عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف من الأيام. والنبي قولوا لي إيه الفرق بيني وبين عبد الحليم غير الصوت؟ مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من ملعب الأهلي، أهلا بيكم في يوم جديد إن شاء الرحمن بإذن الله، وليلة سعيدة على كل الأهلاوية في كل مكان في الوطن العربي مش في مصر بس. مباراة في منتهى القوة والندية وكل حاجة تقولها في كرة القدم، تجمع ما بين من فرقتين من أكبر الفرق الإفريقية، الأهلي ملك إفريقيا والمتوج على عرشها بثمان بطولات كاملة أمام الترجي، وما أدراك الترجي في رادس. على العموم تفاصيل اللقاء كله وتفاصيل المباراة كلها بالتأكيد هنتكلم فيها هنا، سواء كان على المستوى النفسي أو الفني أو أي حاجة تخص اللقاء بين كواليسها، هيكون معانا هنا في ملعب الأهلي. في النص الثاني النهاردة من حلقتنا هيبقى معانا كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي وكابتن احمد بلال، هنتكلم بالتاكيد على المباراه اللي اقيمت من حوالي ساعتين من دلوقتي، مباراه مصر المقاصه مع الزمالك اللي نجح فيها الزمالك ان هو يحل عقده طلعت يوسف ومصر المقاصة اللي امتدت لسنتين ثلاثة عن طريق كاسونجو في هدف في الدقايق الأولى تقريبا الدقيقة 5 أو الدقيقة 6 عن طريق كاسونجو، بيتفوق الزمالك على مصر المقاصة. كل حاجة تخص اللقاء برضه هيكون من خلال ملعب الأهلي مع كابتن حلمي طولان، مع كابتن حمادة صدقي، مع كابتن أحمد بلال. لكن هنعيش شوية مع بعض بأحداث وكواليس مباراة قمة عربية إفريقية تجمع ما بين فرقتين من أكبر الفرق الموجودة على المستوى الإفريقي، متوج على عرش افريقيا النادي الاهلي بثمان القاب محدش قدر ابدا او قادر ابدا يوصل للرقم ده، اكتر حد بعديه هو مازيمبي، يعني الباقي على بعد على بعد خطوات بعيده مش قريبه. لكن هي مباراه غير كل المباريات السابقه، مباراه تجمع الترجي والاهلي في رادس، لكن في دوري مجموعات الاولى والثانيه والثالثه اللي سبقوا المباراه ديت كانت مباراه ذهاب وعوده، لابد من خاسر وفائز عشان يكمل الادوار اللي بعد كده. مجموعه من الاخبار النهارده هنتناولها مع حضراتكم، وبعدين نتكلم على مباراه مصر المقاصه مع الزمالك، ثم هنرجع تاني للتحليل الفني اللي يخص اللقاء وتوقعات نجومنا في التحليل لمباراه الترجي. طيب، الاهلي بيختتم الاستعداد للترجي، لقاء النهارده او اسف مباراه تدريبه النهارده كانت على الملعب الاساسي اللي هو رادس، هناك ده الملعب زي ما انتم شايفين، ملعب بيحس كل نجوم النادي الاهلي ان هو استاد القاهره او استاد برج العرب، يعني الناس كلها يعني مش غريب عليها خالص، حتى الجماهير بقت عارفه، حتى الجماهير بقت عارفه مكانها، صلاح محسن، احمد فتحي من شويه، عمرو السوليه الحمد لله موجود وشارك في التدريب امبارح وان شاء الله يكون له اشتراك بكره، كريم نيدفيت، علي لطفي، مجموعه كبيره طبعا، كواليس خاصه بالنادي الاهلي ولقطات خاصه بقناه النادي الاهلي حصريه بالتاكيد مش هتشوفها مش هتشاهدها غير هنا. الحاجه اللي بتطلع على طول من هناك عن طريق كريم احمد، عن طريق محمد دكروري، عن طريق كل البعثه اللي موجوده المصورين وكل الناس اللي مسافره، البعثه الاعلاميه والخاصه بقناه النادي الاهلي، بنشكرهم عليها اكيد. علي معلول ملعب صال وجال فيه مع منتخب تونس، كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس النادي الأهلي، وده يدي لك مؤشر أهمية اللقاء ومدى التركيز فيها ومدى كمان أهميتها بالنسبة للبعثة كلها. الجهاز بيجتمع، حاجة متعارف عليها بشكل كبير جدا في المباريات اللي زي كده، ممكن كمان يكونوا قاعدين في أوضة قبل ما يروحوا الاستاد يتكلموا مع بعض في تفاصيل التدريبة، في تفاصيل المباراة، التشكيلة المتوقعة للفرقة الأخرى، أبرز العناصر عندها، إزاي هنشوفها، إزاي هنتعامل معاها، إزاي السيناريوهات المتغيرة والأحداث المتغيرة في اللقاء، وده طبيعي جدا. المدرب عبارة عن ألغاز، بيحاول إن هو أو المباراة عبارة عن ألغاز، المدرب بيحاول إن هو يفكها، يفك رموزها، وما أصعب ذلك لما تكون مباراة كبيرة أو مع فرق كبيرة، وزيد من الصعوبة كمان صعوبة إن لما أكون خارج الأرض وخارج الديار وأمام جمهور متعطش جدا 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 ومتحمس جدا لفرقته، وده حقهم مفيش مشكلة. لكن من أجمل الحاجات اللي بتشوفها الترجي والأهلي أو الأهلي والترجي هنا أو هناك، إن بعد اللقاء بتلاقي الجو جميل جدا جدا جدا، يعني أثناء اللقاء هي دي كرة القدم الحقيقية. فعايز تعرف عنوان لكرة قدم حقيقية إفريقية، قول الأهلي والترجي على طول. منافسة عنيفة جدا داخل الملعب والمستطيل الأخضر، لكن بعدها كل الاحترام والتقدير للفرقة الأخرى والمنافس الآخر، وهو كمان نفس الكلام، يعني مين كسب مين خسر دي أحداث مباراة بظروفها بكل ما فيها من متغيرات، مش مشكلة. نفسنا ننقل الموضوع ده عندنا هنا في مصر، نفسنا يبقى نفس المفهوم ده ونفس الفكر ده عندنا هنا في مصر،
يعني أثناء التسعين دقيقة اللي قادر يكسب يكسب. ألف ألف مبروك، التوفيق حليف ومبروك، التوفيق مش حليف فرقة تانية خلاص، تتعوض في ميادين أخرى أو في ملاعب أخرى. التدريبة بدأت زي ما انتم شايفين اهيت، يعني طبعا الكلام ده من شوية، يعني هو في فرق ساعتين ما بيننا وما بين تونس، يعني هنا دلوقتي 11 و10 مثلا او 11 وربع، هناك 9 وربع، 9 وربع، يعني الكلام ده ممكن يبقى من ساعة بس او نص ساعة فاتت بس، لان هو كمان المباراة بكرة بتوقيتنا الساعة 7، يعني عندهم الساعة 9، التمرية دي كانت عندهم الساعة 7، يعني كانت عندنا احنا الساعة 9، يعني الكلام ده من حوالي ساعتين، فأول بأول على طول بنتواصل مع حضراتكم. أقول لكم بعض الأخبار وبعد كده نكمل فقرات برنامجنا النهاردة أو أحداثه يعني. محاضرة فيديو، وده معتاد برضو، المدير الفني بيتفرج على كل مباريات او معظم المباريات الخاصه بالترجي، مواقف اللعب، الضربات الثابته، بدايه هجمات، تحول من دفاع لهجوم، تحول من دفاع من هجوم لدفاع، كل الحاجات المميزه، ابرز العناصر بيشوفها بشكل فردي كده مع الجهاز الفني بتاعه، بيشوف كمان بيدي حاجات معينه لكابتن سامي قمصان، حاجات معينه لكابتن محمد يوسف، حاجات معينه للمدربين، كل واحد له دور معين كده بيعمله. كمان سمير عدلي المدير الاداري لفرقه النادي الاهلي قايم بمجهود جبار جدا جدا، بحييه عليه ويستوجب التحيه والتقدير. كابتن سمير عدلي بيشتغل في صمت، ما بتلاقيش ليه صوت كتير يعني، لكن بيشتغل بشكل كبير جدا. المجموعه اللي هناك كلها وكل الاداريين في النادي الاهلي، كابتن ماهر، رأفت، اسامه، وائل، كرم، عمرو، كل الناس بيشتغلوا على اعلى مستوى. كابتن الخطيب وروحه الجميله مع الجاليه المصريه اللي موجوده هناك، التعامل مع الفئات المختلفه هناك، الجماهير اللي هناك، حتى الطفل بيتعامل مع كابتن الخطيب بمنتهى المرح، ده حاجه حلوه يعني. وده اللي احنا اشرنا ليه امبارح حتى، يعني قلنا الرموز بتتكلم ازاي، بتتعامل ازاي، بتوصل رساله لكل الناس عامله ازاي. انت كمان لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت عندك مسؤوليه، مسؤوليه القياده او مسؤوليه القدوه ان صح التعبير، يعني في ناس كتير جدا ممكن تكون بتحبك، معجبه بادائك، معجبه بشخصيتك، لما بتعمل حاجه بص الروح عامله ازاي. يعني كابتن الخطيب بيتعامل مع طفل عنده 7 سنين أو 8 سنين بمنتهى المرح، بمنتهى ود، يعني هو ده اللي انا كنت اقصده امبارح دايما، يعني القدوه في التعامل، القدوه في الكلام، القدوه في المسجات وهكذا. اوكي، كارترون نبحث عن نتيجه ايجابيه في تونس، قال ان الترجي التونسي من اكثر الفرق في افريقيا المشهوره، ده استاذ ماهر وكابتن مصطفى كمال، قال من اكثر فرق طبعا مشهوره في افريقيا والعرب كمان، لان هو يجمع ما بين الدول، ان هو واحده من الدول العربيه وكمان من الدول الافريقيه او قاره افريقيا وشمال افريقيا، لهم تعامل خاص، الراجل قال كده، لهم تعامل خاص في المباريات. قال ان هو في مباراه النجم اللبناني كان لازم يريح بعض اللعيبه على اساس ان هو بيلعب كل 3 مباريات او كل 3 ايام مباراه، فلازم يبقى في فتره راحه لبعض نجومه. قال ان هو بيبص على هدف كبير جدا ونقطه كبيره جدا بيبحث عن ان هو يوصل لها، اللي هي القارة الأفريقية أو البطولة الأفريقية التاسعة إن شاء الرحمن تكون على أيديه بإذن الله. كارترون مع جهازه الفني، كابتن يوسف وكابتن سامي قمصان وكابتن سامر عدلي وباقي وكابتن مصطفى كمال وكل المجموعة في الجهاز. سعد سمير نجم النادي الأهلي قال ملعب رادس يحمل ذكريات طيبة للاعبي الأهلي، اتكلم بموضوعية جديدة جدا. سعد من كباتن الفرقة في الوقت الحالي ومن الناس الشخصيات الكبيرة في الفرقة، من الشخصيات المؤثرة في الفرقة، فله كلمات حلوة جدا يعني. قال إن هو يتمنى أن تسير الروح الرياضية في الموجودة منذ فترة بين الفرقتين على أرض الملعب بكرة إن شاء الرحمن تكملة لسلسلة مباريات سابقة. قال إن ملعب رادس بيحمل ذكريات كويسة، لكن في النهاية مجرد ذكريات للسعادة فقط، والأمر يحتاج لتعامل إيجابية جديدة والتفكير في الفوز بشكل دائم والاجتهاد والقتال في الملعب والتركيز وعدم النظر للذكريات. قال أمامنا مباراة صعبة والفوز فيها منحنا خطوة مهمة للأمام في المجموعة، وهذا ما نتحدث مع باقي اللاعبين عليه. قال بالتأكيد وجود كابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي ورئيس البعثة هو حافز كبير جدا بالنسبة لكل اللعيبة، حافز معنوي وفني، وقال إن احنا مستعدون على المستوى الفني والنفسي، وإن المدير الفني يتعامل معنا بأفضل شكل ممكن. قال البداية في دوري المجموعات كانت صعبة وده حقيقة يعني، لكن روح الفانيلا الحمراء ومسؤولية اللعيبة الكبيرة بتحديد
تحديدا كانت ايجابيه جدا، دفعتنا للعوده، وتعامل كارترون مع اللعيبه نفسيا ومعنويا كان له دور كبير جدا في الفوز في مباراتين، يعني منحونا خطوه كبيره جدا في البطوله الافريقيه. كارترون قال ان كارترون مدرب عنده شخصيه كبيره وشخصيه بطل، وكان توج بالبطوله ديت مع مازيمبي قبل كده. مصطفى كمال المدير مدرب حراس مرمى النادي الاهلي كان في تدريبات لمحمد الشناوي، محمد الشناوي بالتاكيد هيبقى له دور كبير جدا بكره ان شاء الرحمن، كل التوفيق لمحمد الشناوي ومعاه طبعا شريف اكرامي وعلي لطفي. خاضوا تمرين لمده 40 دقيقه لوحدهم، هي عاده كده المدير الفني مع المدرب العام مع المدرب المساعد بياخدوا مجموعه اللعيبه، ومدرب حراس المرمى بياخد حراس المرمى بيشتغلوا بشكل فردي شويه لحد ما يطلبهم المدير الفني. تدريبه النهارده شهدت بعض الجماهير وضع طبيعي جدا قبل المباراه بيوم، لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وحتى الاتحاد المصري، بس ما بتنفذش هنا بشكل كبير يعني، لكن هي كده اللوائح بتديك ربع ساعه او ثلث ساعه او 10 دقائق على حسب، ما تقلش عن ربع ساعه يعني، لكل الجماهير تشاهد اللقاء وكل القنوات الفضائيه او كل الناس الصحفيين الحته الاعلاميه بشكل عام يعني يشاهدوا ربع ساعه بس، وبعدين المنسق اللقاء، منسق اللقاء بيخرج الناس بره خالص لو شاف المدير الفني او رغب المدير الفني ان هو يكمل الجماهير تكمل المران او التدريبه، مفيش مشكله، بيبقى القرار راجع للمدير الفني. وسائل الاعلام التونسيه تتابع مران الاهلي، وده وضع طبيعي زي ما قلت لكم يعني، بيبقى لهم الحق في ربع ساعه. هناك قريبين جدا في الشبه مننا في تونس، برضو قنوات فضائيه كتير وعندهم لقاءات تلفزيونيه او برامج تلفزيونيه، وعندهم برنامج او برامج شهيره هناك بتهتم جدا 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 بفرقه النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي، وبتهتم جدا بكل صغيره وكبيره وكل حاجه بيبقوا عارفينها يعني. 25,000 تذكره هي حصيله جماهير بكره اللي هتبقى في ملعب رادس، رادس بياخد 60,000 لكن للطبع 25,000 تذكره. جماهير الاهلي بقى او الجاليه المصريه هتخش بجواز السفر المصري. جماهير الاهلي هتخش بجواز السفر المصري، وده امر معتاد ما بين الفرقتين، احنا بنعمل معاهم هنا نفس الكلام وهم بيعملوا معانا هناك نفس الكلام، يعني من غير تذاكر بقى ولا انت 100 تذكره ولا احنا 100 تذكره، ولما نشوف هناك الدرجات ايه، انت درجه اولى ولا درجه ثانيه ولا ثالثه، ما فيش الفئات دي كلها، انت بتاخد بجواز سفرك بتخش الاستاد على طول، يعني تحمل جواز سفر مصري خلاص دخلت هناك، طلعت بقى 500، طلعت 1000، طلعت 1000 ونص، ما فيش مشكله يعني. النهارده كان في تدريبه لمجموعه اللعيبه اللي ما سافرتش، اللي هو احمد الشيخ والجزار واحمد ياسر ريان وباكا واحمد علاء ومحمد شريف وعمار حمدي واحمد طارق سليمان، وكان معاهم مؤمن زكريا، لكن مؤمن زكريا اتمرن لوحده في الجيم. اجاييه بيبدا تنفيذ المرحله الثانيه من برنامجه العلاجي بعد شهر من الاصابه، كل التوفيق لاجاييه، وانا مش مستعجل على رجوعه، الفنيات والكره ما بتتنسيش، الكره ما بتتنسيش، كره في الراس زي ما بيقولوا يعني، كره في الراس مش في الكراس، فالراجل دماغه كلها كوره، الحته البدنيه هي اللي هتبقى غايبه شويه ودي ترجع شوية، المهم ان انت تبقى سليم 100% وان شاء الله الرحمن كلنا محتاجينك. هذكركم ان بكره ان شاء الله الرحمن يعني او ترتيب المجموعه، لو عندك تقدر تنزله لنا سمير. طيب انا حد من تونس، طيب نشوف كريم احمد وبعدين اقول لكم بلقاءات بكره اللي هتبقى في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا مع كريم احمد. اتفضل يا كريم. شكرا ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الحقيقه طبعا زي ما بنقول الاجواء هنا مميزه، اجواء حماسيه، اجواء فيها تركيز كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الاهلي والترجي التونسي عقب انتهاء المران. مباشره بيسعدنا ينضم لنا في هذه اللحظات كابتننا الكبير الكابتن سعد سمير، احد نجومنا طبعا ونجوم منتخبنا الوطني. تحياتي للكابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا حابب تقول للكابتن سيد في البدايه. كابتن سعد برحب بكابتن سيد طبعا، وبرحب بكل ضيوفه، وببارك له على الظهور في قناه الاهلي، وكابتن سيد اضافه لاي مكان، ومن الشخصيات اللي اشتغلنا معها كتير واستفدنا منها وتعلمنا منها، فبارك له على الظهور ودايما موفق ودايما شياكه يعني. مباراه غايه في الاهميه كابتن سعد، في حاله تركيز كبيره شايفينها، تدريبات في حماس شديد جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، الحقيقه يمكن الحاله دي ان شاء الله بنتمنى ان هي تنعكس عليكم في المباراه، انقل الاجواء، الدوافع عباره عن ايه، الجهاز الفني بيتكلم معاكم ازاي، وانت كلاعب كبير يا كابتن سعد في وسط الفريق بتتكلم معاهم ازاي؟ أكيد طبعا زي ما أنت بتقول عندنا مباراة مهمة بكرة، وعندنا
تحدي جديد في الموسم ده بالنسبه لنا، مباراه مهمه عشان خاطر في فرقتين كبار بيلعبوا مع بعض، النادي الاهلي بتاريخه وباسمه وحجم البطولات، والنادي الترجي بنفس الكلام، الفرقتين الكبار في افريقيا، المباراه بتعتبر ديربي بينهم. دايما الكبار لما بيلعبوا بعض بتبقى الاجواء كلها مهيئه ان انت تشوف ماتش كبير، فبنتمنى ان شاء الله باذن الله نكون، لكن احنا استعدنا بشكل كويس الفتره اللي فاتت، واللعبه كلها في قمه التركيز الحمد لله، ما عندناش اصابات، وعندنا الفتره الجايه من النهارده لحد بكره كله بيعيش في الماتش، وكله بيركز، كله بيحاول ان هو يفكر في السيناريو اللي هيعمله في الماتش، بيحاول يحضر نفسه، فباذن الله ربنا يكرمنا وعنينا بكره ان شاء الله على المكسب، نقدر نحقق المكسب ونقدر ان احنا نحسم صعودنا من هنا ان شاء الله باذن الله. لو بكلمك، هل بتستحضروا الذكريات والامور الجيده جدا هنا في رادس في تونس، سواء زي ما قلنا قبل كده 2006 و2012، هل بتستحضروها مع اللعيبه الصغيرين، مع اجتماعاتكم الفرديه والجماعيه مع لعيبه النادي الاهلي يا كابتن سعد؟ اكيد احنا بنقعد نتكلم مع بعض دايما كلاعيبه قدام او لعيبه كبار، او بنتكلم مع اللعيبه الشباب بشكل فردي، كلنا مع بعض، احنا بنتعامل في النادي كاسره واحده وكعائله واحده، فالميزه عندنا ان احنا كلنا بنحاول نساعد بعض، كلنا بنحاول ان احنا نسند بعض زي ما بنقول، فدي اهم حاجه، هي مش قصه خبرات او انت بتنقل او قد ما قصه تجارب عشناها قبل كده، فبنحاول ان احنا نتكلم عن التجارب دي والظروف اللي مرنا بيها اثناء التجارب دي عشان خاطر يبقى مهيئين بكره لو حصل اي سيناريو للمباراه. الحاجه الثانيه، احنا لما بنتكلم مع بعض الذكريات هي بتبقى ذكريات كويسه وممتعه ومبسوطين بيها، لك في الاول وفي الاخر هي ذكريات، الكوره مش بتعترف الا بالمجهود وبالاصرار اثناء 90 دقيقه وبالتعب والاخلاص. احنا دايما كنادي اهلي في الماتشات الكبيره دي طول ما احنا في 100% اخلاص و100% تركيز و100% تحمل مسؤوليه و100% روح عاليه جدا، هي دي اللي بتميزنا بعيد عن الفنيات، دي رقم واحد بالنسبه لنا، والفنيات بتيجي بعد كده، لان مجموعه اللعيبه كلها مجموعه من احسن اللعيبه الموجوده في مصر، فده اللي بيميزنا، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بكره ونبقى في قمه تركيزنا ونقدر ان احنا نحقق 3 بونت ان شاء الله. لو بصينا لمستر باتريس الكابتن المدير الفني، بنشوف ان هو اشتغل بشكل مميز جدا على الجانب النفسي، الجانب المعنوي مع اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت، 6 نقاط كانوا مهمين جدا في مباراتين، يعني ان شاء الله كمان يكونوا النقاط المباراه دي من نصيبنا، بنشوف ان هو اشتغل بشكل كبير جدا معاكم يا كابتن سعد. هو طبعا الراجل مدرب كبير وله اسم في افريقيا كلها وحقق بطولات كبيره اهمها دوري ابطال افريقيا، فهو غني عن التعريف، لكن فعلا الجانب النفسي كان والمعنوي كان مهم بالنسبه لنا الفتره اللي فاتت. هو ذكي جدا في النقطه دي وبيعرف يتعامل مع لعيبته بشكل نفسي كويس جدا، بهيئة اللعيبه كلها ان كلها لها دور وكلها متواجده، وهو شخصيه على المستوى الانساني شخصيه جميله جدا وشخصيه لذيذه جدا يعني، وعنده روح وعنده حس زي ما بيقولوا المصري بتاعنا، بيعرف يقرب من اللعيبه، بيعرف ان هو حابب اللعيبه فيه، بيعرف يطلع من اللعيبه حاجات كتير كويسه، فدي نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا، قدرنا نشتغل الفتره اللي فاتت، وزي ما انت قلت فوزنا في ماتشين مهمين بالنسبه لنا بره ارضك وجوه ارضك، وان شاء الله ربنا يكملها بكره ونقدر ان احنا نحقق المكسب يعني. انا كابتن سعد عشان ما اطولش عليك، انا عارف انتوا راجعين من التدريب، لكن جمهور النادي الاهلي كله على قلب رجل واحد معاك، وان شاء الله في هذه المباراه اكيد سواء هنا او في مصر كمان، ايه اللي ممكن يقوله كابتن سعد احد نجوم النادي الاهلي لكل جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي احنا بيبقى كلامنا يعني مجروح في جمهور النادي الاهلي، او شهادتنا مجروحه في جمهور النادي الاهلي، عشان احنا اكتر ناس لامسين وحاسين التعب اللي جمهور النادي الاهلي بيتعبه. جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت واجه صعوبات كتير، واجه حاجات كتير، فبنتمنى ربنا ان شاء الله يكرمهم ويفك كربهم كلهم، وربنا ان شاء الله نفسنا يبقوا معانا سواء جوه مصر وبره مصر، بنقول لهم انتوا رقم واحد بالنسبه لنا، وانتوا الدعم الرئيسي والاساسي، وهدفنا كله اسعادكم، فبنتمنى لكم الفتره الجايه تبقوا في ظهرنا زي ما انتوا في ظهرنا دايما، ونتمنى الفتره الجايه نبقى مع بعض دايما ونبقى رقم واحد دايما سواء كجمهور النادي الاهلي او كنادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. شكرا، كل الشكر والتقدير للكابتن الكبير الكابتن سعد سمير احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. زي ما بنقول يا كابتن سيد، الاجواء هنا ان شاء الله كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي، حماس الشديد، الروح الكبيره كمان زي ما سمعنا كابتن سعد سمير وكل نجوم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف كمان في اصرار كبير ان شاء الله على هذه المباراه، بغض النظر عن تواجد الجمهور، اي امور بعيدا عن المستطيل الاخضر، الهدف هو التركيز في 90 دقيقه ان شاء الله وحصد نقاط المباراه بالنسبه لي للنادي الاهلي. لو بسترجع معاك سريعا انا كابتن سيد، النهارده يمكن اليوم كان من صباحا هو الاجتماع الفني لفريق طبعا فريق النادي الاهلي، وايضا كمان فريق الترجي التونسي كان في الساعه 12 ظهرا. النادي الاهلي كالعاده طبعا يمكن الفريق الترجي بيلبس الاحمر في الاصفر في الشورت الاسود، لكن النادي الاهلي هيكون الطاقم الازرق بالكامل هو اللي هيرتديه ان شاء الله في هذه المباراه. عقب طبعا انتهاء الاجتماع الفني بالنسبه للمؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس كارتيرونو اللي حضره كمان سعد سمير ككابتن فريق النادي الاهلي، بعدها مباشره كان تدريب الاخير والرئيسي على ملعب رادس اللي هيستقب
قبل المباراه في الساعه 8 مساء. كان في بعض الامور التكتيكيه، كابتن مستر باتريس كاترون وكابتن محمد يوسف بداوا المران كالعاده بقراءه الفاتحه ومحاضره سريعه جدا داخل الملعب فيها بعض الجمل التحفيزيه. وجود كمان الكابتن خطيب كان بيتابع التدريب وتابع كمان امس التدريب اللي كان على الملعب الفرعي بملعب رادس. الامور زي ما بقول لك يا كابتن سيد رائعه مميزه. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم بالنسبه لمباراه الغد. ان شاء الله هتكون على ملعب رادس زي ما احنا عارفين يوم الجمعه الساعه 8 مساء، في حضور جماهيري هيكون مكثف لفريق الترجي التونسي زي ما عرفنا طبعا. بالنسبه للاجتماع الفني او المؤتمر الصحفي، الاجتماع الفني يمكن ركزوا بشكل كبير جدا على عدم الاعتراض على قرارات التحكيم، تحرك الفريقين بالكامل بطاقم التحكيم بكل البعثه الخاصه بها للنادي الاهلي هيكون فيها الساعه 6:45 بتوقيت تونس، 7:45 بتوقيت القاهره. الامور التنظيميه طبعا اتكلموا عليها بالنسبه للاجتماع الفني، الامور كلها اعتياديه يا كابتن سيد، لكن بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي الحاله المعنويه اللي احنا شايفينها وحاله التركيز اللي احنا شايفينها بتقلل لنا ثقه كبيره جدا ان شاء الله ان النادي الاهلي يعود هنا من تونس ببطاقه التاهل لدور الثمانيه. يمكن زي ما بقول لك كابتن سيد اكيد انت بتتمنى التوفيق والنادي الاهلي اكيد ان شاء الله يكون باذن الله موفق غدا، وايضا كمان بنتمنى يكون الطاقم التحكيمي موفق غدا في المباراه. يمكن دي كانت ابرز الكواليس وابرز الاخبار اللي كانت متواجده على مدار اليوم. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد. شكرا كريم احمد من تونس، ومجهود جبار جدا لكل افراد البعثه الاعلاميه. يمكن تعقيبا سعد سمير الحديث اللي قاله، قال حاجات كتير جدا شرحها هو يعني بطريقته، لكن هناخد منها كلمه واحده بس قالها. الامور الفنيه مهمه طبعا وكل شيء في المباراه الكبيره والالتزام التكتيكي وتعليمات المدرب وتحركات وكل حاجه، كل حاجه الامور الفنيه خاصه بالجهاز الفني والمدير الفني، لكن في المباراه الكبيره بتبقى في شخصيات للعيبه، شخصيات اللعيبه اللي عندها خبرات، شخصيات اللعيبه اللي عندها شخصيه تعرف تتحكم مع او تعرف تتكلم مع زمايلها كمان في مواقف كتير جدا اثناء اللعب، سواء كانت هي المسيطره او مستحوذه او بتحاول انها تجيب اهداف، او في العكس لما يكون فيها عليها ضغط او يكون عليها هجمات تقدر تتكلم مع زمايلها ازاي وتثبت فرقتها وتثبت لعبتها ازاي. ده دور لعيبه كبيره. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الرحمن، مباراه مهمه جدا في دوري المجموعات ان شاء الرحمن الاهلي يرجع بثلاث نقاط. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال. هنتكلم على فعاليات الدوري والمباراه اللي اقيمت النهارده ما بين مصر المقاصه والزمالك اللي تفوق فيها الزمالك على مصر المقاصه بهدف لكاسونجو، وبالتاكيد كمان بعد جزء من الحوار هنتكلم على مباراه الاهلي مع الترجي او الترجي مع الاهلي في رادس بكره ان شاء الرحمن اللي هتبقى الساعه 7 بتوقيت مصر. اهلا بكم من جديد، الفقره اللي جايه هي طبعا فقره مصر المقاصه مع الزمالك اللي تفوق فيها الزمالك على مصر المقاصه بهدف لكاسونجو. ارحب بتشكيله ملعب الاهلي النهارده كابتن حلمي. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. من قلبك روح رياضيه. من قلبك روح رياضيه. لا انا بسالك من قلبك روح رياضيه عاليه جدا. روح رياضيه مش بعد كده. اصل انا باجي بعد الساعه 11 تحس ان السمع بدا يقل شويه. يتقل سنك. كابتن حماده صدقي مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، برحب بيك ورحب كابتن حلمي. الله يخليك يا كابتن حماده. احمد بلال طبعا وسعيد موجود معاكم النهارده. الحمد لله على السلامه. سفريه خفيفه كده ولا خفيفه؟ خفيفه اه، اصل داخليه مش خارجيه زيك. طبعا احمد الجوال. كابتن احمد مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، اهلا بيك طبعا وبرحب طبعا بالكباتن الكبار طبعا كابتن حلمي. الله يخليك يا كابتن. طبعا مدربي كابتن حماده برضه كابتن ومدربي، هم كلهم مدربين يعني سعيد ان انا موجود معاهم. الله يخليك. تشكيله ملعب الاهلي النهارده طبعا خبرات وقوامات تتمثل في كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي واثنين شباب، يعني احنا عديت، انا عديت ال 40 شهر 7 جاي 41. اه انا بدات دلوقتي اعرف ان نظري يضعف او بدات اكبر. من نظرك. الاشاره. لا من الاشاره. اه والله الارقام بتاع الاشاره ما بشوفش الارقام دلوقتي، كنت معلم دايما اللي يبدا يكبر ولا صغير شويه. أيوه. اول ما تبص تلاقي عامل الموبايل كده اعرف ان هو نظري.
عنده بعد بعد نظر. دلوقتي الطب العيون اتقدم بشكل كبير قوي قوي يعني, فيها عمليات دلوقتي جميله جدا. كابتن حلمي, تفوق زملكاوي النهارده اكيد يعني من البدايه, الزمالك تفوق على على مصر المقاصه, وكان له ضربه جزاء كمان يعني واضحه في الدقيقه 74 فرق اثنين كمان, لكن للمره الثانيه واهداف ضايعه يعني. لكن المرة الثانية على التوالي مباراتين ورا بعض بيقدر الزمالك انه ينهيها بدري. بتسهل عليه الجيم. طبعا هو اقول لك التشكيل الاول, لو بصينا على التشكيل عشان تنزل معانا على طول. تشكيلة الفرقتين نبدا بمصر المقاصة اللي هيكون صاحب الارض النهارده, احمد عادل عبد المنعم, عصام حجي او عصام صبحي اسف, شريف حازم, واحمد عبد العزيز مودي, محمود وحيد, صلاح ريكو, ومحمد توني, اسلام عادل, وفوافي, ومحمد رمضان, وانطون. تشكيله الزمالك, جنش, حازم امام, محمود حمدي, الونش, محمود علاء طبعا, بهاء مجدي لاول مره النهارده مع فرقه الزمالك, اثنين نص الملعب المستمرين والثابتين واللي بيأثروا جدا مع الزمالك, محمود عبد العزيز, زيزو, وطارق حامد, وابراهيم حسن, يوسف اوباما, ومحمود كهربا, وكاسونج. وطبعا من النظر بس للتشكيل ففي ثبات في التشكيل ما عدا تغيير واحد, ده بيدي بيدي انطباع ان المدرب المدير الفني لنادي الزمالك قدر يحط ايده على التشكيل المناسب اللي بيثبته النهارده, واعتقد ان ثبات التشكيل ده هو ده الافضليه, بيدي ثبات التشكيل بيدي جماعيه افضل, بيدي وحده فكر احسن, بيدي حفظ للعيبه لبعضها اكتر, وبالتالي الاستقرار ده, الاستقرار بتاع التيم ده بيدي اداء افضل بكتير جدا لو حصل فيه تغييرات كتيره. فتغيير واحد النهارده هو ده اللي ادى الافضليه لنادي الزمالك, ولو ان طبعا دائما مباريات المقاصه مع نادي الزمالك بتبقى مباريات قويه جدا, جداً. فيها نديه شديده جدا, لكن الهدف اللي الزمالك احرزه مبكرا ده اعتقد ان ادى الافضليه لنادي الزمالك, وانا شايف ان الزمالك بيأدي النهارده بشكل جيد جدا على المستوى الفني, على المستوى البدني, على مستوى جماعيه الاداء, حجم وصول كبير جدا, تنوع في اسلوب الهجوم سواء من العمق, وبعدين الميزه اللي ما كانتش موجوده في الدوريات اللي قبل كده يا كابتن سيد, التحرك داخل منطقه الجزاء والتاكتيك داخل منطقه الجزاء والتمرير داخل منطقة الجزاء, لأن يعني معظم نسبة كبيرة جدا من الأهداف اللي بتسجل على مستوى العالم كله بتسجل من داخل منطقة الجزاء. فأنا شايف إن ده تطور تكتيكي في الأداء عموما في الدوري المصري سواء المقاصة أو الزمالك. الأول كنت تبص تلاقي كل الفرق بتعتمد على الكرات العرضية دائما بنسبة كبيرة جدا, يمكن 90% من هجوم الاتيان الكرات العرضية, لكن النهاردة بنبص نلاقي اختراقات من العمق, في الاوفرلابنج من جوه ال 18, في الباسنج جوه ال 18, في الكرة العرضية من جوه ال 18, فده شيء جديد على الكرة المصرية. اعتقد ان ده هيرفع من مستوى الاداء, هيرفع من نسبة التهديف, هيرفع من حجم الوصول, حجم وصول الفرق لمرمى المنافس. فانا شايف النهاردة الزمالك ادى بشكل جيد جدا, في فرص كتيره ضايعه جدا كتيره جدا, كهربا مضيع جول في الشوط الاول بمنتهى الغرابه يعني انا مش عارف ازاي. فاعتقد ان الزمالك بيتقدم بخطى ثابته جدا بمستوى اداء جيد جدا, فمبروك للزمالك النهارده الحقيقه يعني. طيب على الجانب الاخر بقى, نصر المقاصه يمكن داخل المباراه عنده تاريخ كويس في اللقاءات, لقاءات الزمالك انت عارف ان هو لعبه 9 مباريات مثلا, يعني تفوق كان لصالح مصر المقاصه ب6 مباريات لصالح 3, حتى مع طلعت يوسف بقى لفتره الزمالك ما كسبش طلعت يوسف, امتد ل6 مباريات او 5 مباريات حاجه كده يعني. فانت بتتكلم في حته معنويه نفسيه كبيره جدا, لكن وانت بتلاعب الزمالك ويدخل فيك هدف في اول 5 6 دقائق الهدف مبكر بيلخبط الدنيا اكيد طبعا. الاهداف المبكره بتلخبط حسابات المدرب بشكل كبير, لكن بتكلم على المباراه فنيا مباراه جيده يعني سرعه في الريتم سرعه الريتم بالظبط كده, كنت بتكلم على سرعه الريتم في الفرقتين. ممكن تقول الهدف فتح المساحات, ولكن نادي الزمالك مش حكايه ثبات تشكيل بس, لكن في تطور في الاداء الفني كويس جدا يعني. التشكيله المعموله لنادي الزمالك بمحمود عبد العزيز بطارق عاملين تقل كبير قوي في الملعب, مديه حريه للاربعه اللي قدام في
بتتحركوا بشكل جيد جدا. عجبني اوباما من ماتش للتاني بيعلى بيعلى فنيا، وبعد كده صناعه اللعب بتاعته وتحرك كاسونجو. ابراهيم حسن ابتدى يزيد بشكل كويس، يمكن كهربا تحركاته كويسه ولكن غير موفق، يمكن دي كانت اول تغييره لنادي الزمالك. في المقابل الناحيه الثانيه تحركات المجموعه الاماميه للمقصه في الثلاث ماتشات اللي فاتوا لا بيعملوا شكل هجومي كويس جدا. فوافي، محمد رمضان، تحرك جون انطوي، في حاجه بيصاروا بشكل كويس جدا، وتحولاتهم من التحول للدفاع للهجوم بيتحولوا بسرعه بالسرعات الموجوده عند فوافي بالذات، عند صناعه اللعب محمد رمضان، تحرك جون انطوي. جون انطوي النهارده اكتر من ثلاث فرص بيشارك فيها بشكل كويس في ال 18، بيلعب براسه كويس جدا، يمكن كان جنش نجم في اكتر من كوره موجود، تواجده كان بشكل جيد جدا. في المقابل الزمالك عنده مفاتيح اللعب من كل حته، يعني بيشتغل عند حازم امام بشكل كويس جدا النهارده، بهاء مجدي ابتدى يشتغل من الشمال بشكل كويس، العمق اشتغل في اوباما كان عامل مشاكل كبيره في عمق الملعب وتحركاته تحت كاسونجو، عمل حاجات يعني الاطراف جميله جدا. الجيم فنيا عالي من الفرقتين، يعني عجبني قوي المدربين بيتحركوا يعني بيشتغلوا بالادوات اللي عندهم في الملعب بشكل كويس جدا. المقصه بقاله زي ما قلت اكتر الماتشين اللي فاتوا بيأدي كويس قوي، يمكن الماتش اللي اتغلبوا بتاع سموه كان ضعيف ولكن كويس جدا بالافراد الموجوده عنده بيتحرك كويس قدام. الدفاع بيوقف وقفات دفاعيه كويسه جدا. النهارده بيكمل يعني النتيجه النهارده كانت ممكن تطلع 3-2-4 لصالح الزمالك. الزمالك فرصه كانت اكتر صح بشكل كبير، فرص حقيقيه، ولكن الفرص بتاعت المقصه كانت المهاره الفرديه بتاع جون انطوي. الفوافي بيعدي بيروح بوحده، محمد رمضان كلها حاجات فرديه مصبوع. ولكن بيقدروا يوصلوا وده الموضوع يعني مطلوب، فيبقى عندك حد يقدر يغير لك النتيجه في حل فردي يعني بحل فردي اوكي امام فريق قوي زي نادي الزمالك ودفاعه قوي باثنين ماسخين اقوياء قدامهم، اثنين نص ملعب بيمنعوا اي خطوره من العمق. ولكن قدر يوصل المخصه لاكثر من مره وتالق جنش. طبعا. طب بلال، يمكن انا احساسي الشخصي وانا بتفرج تحديدا في الشوط الاول ان المقصه بدا يستوعب ان هو بيلعب الزمالك بعد ال 15 دقيقه الاولى، يعني بعد ما الزمالك تفوق وجاب هدف وبعد كده كان ممكن يسجل تاني، بدا المقصه يبدا يقول لا انا كمان يعني عايز اوصل وعايز اروح. جون انطوي عمل واحده جامده جدا مع جنش عامل مباريات كلها هايل. باولين فافي برده في الانفراد اللي طلعه برده انقذه جنش. برضه جون انطوي الكره اللي بدماغه اللي حطها على العكسيه اللي جات له من ناحيه اليمين وحطها في الزاويه العكسيه بعد الدقيقه 15. صعب جدا على اي مدير فني ان هو يتلقى هدف في الدقيقه الاولى، خد بالك بتربك الحسابات كتير بشكل كبير جدا. النهارده لما يجي يتسجل فيه هدف، انا نازل النهارده بدافع بشكل كويس جدا، بلعب قدام نادي الزمالك، عارف امكانيات نادي الزمالك كويس قوي، نادي الزمالك عنده هجوم قوي جدا، عنده وسط ملعب قوي جدا، وده خد بالك يا كابتن سيد من الحاجات اللي بتميز الفرق الكبيره، دايما عشان تقول ان دي فرقه كبيره ما تقولش ان دي عندها هجوم بس كويس، او تقول ان دي تمتاز بنص ملعب كويس، لازم يكون عندك ثلاث خطوط اقويه جدا، ثلاث خطوط متميزين جدا، والا تبقى فرقه صغيره. الفرقه الصغيره دايما عندها فرد كويس، عنده سرعات، عندها مثلا وينج كويس جدا، عندها نص ملعب كويس، عندها اثنين سيرفر باكين كويسين، وبقيه الخطوط بتبقى في المستوى البسيط. لكن الزمالك النهارده تتكلم في فرقه عندها ثلاث خطوط اقويه جدا، الثلاثه مميزين بشكل كويس قوي. لعيبه نص ملعب بيأدوا بشكل كويس جدا، بيضغطوا بشكل متميزين جدا، اللعيبه مش شبه بعضها في الملعب، ودي حاجه كانت من النوادر ان هي بتحصل في نادي الزمالك، ان يكون عندك اثنين ميد فيلدرز مش شبه بعض، واحد بيجري وبيضغط وبيحاول يقطع الكوره في كل مكان طارق حامد، الثاني برده قوي جدا ولكن عنده كوره حلوه قوي بيزود في الحاجات الهجوميه. لكن خليني اقول لك المقص، بعد الهدف اللي اتسجل طبعا قعد خمس ست دقايق، ودي طبيعه كره القدم، لما بيجي فيك هدف او لما بتسجل هدف بيبقى الحال منقلب بالنسبه لك، دايما يقول لك ان اكتر وقت تقدر تسجل فيه هدف وانت جاي فيك هدف او انت مسجل هدف، ده الوقت اللي ممكن الامور تتقلب فيه او تتحول فيه. النهارده مصر مقصر بلعب نادي الزمالك، طب عارف الامكانيات، هدف بعد خمس دقائق، كره عرضيه
ضيع من كهربا برضو بعديها على طول بدقيقه او بدقيقتين. النهارده دي تربك حسابات اي مدير فني عشان ترجع في الجيم، لازم تغير من التكتيك اللي بتشتغل عليه. النهارده مصر مقصر بدايه المباراه، عايز يدافع كويس قوي، عايز يضغط في نص ملعب ويلعب على الكرات الطوليه السريعه اللي قدر ان هو يشتغل عليها بشكل كويس قوي من ورا بهاء مجدي. النهارده التكتيك بتاعه انه عايز يلعب من ورا بهاء مجدي، دي الجبهه يمكن الفاضيه بالنسبه له، دي المساحه اللي يقدر يشتغل عليها. كهربا ما بيدافعش بشكل كويس جدا، عايز يشتغل في الحته دي. قدر انه يستوعب حته انه مغلوب من نادي الزمالك يمكن في الدقيقه 14 او الدقيقه 15 لما ابتدى يرمي كمان رمى عنده محمد رمضان جنب باولو مفوافي عشان يبقوا الاثنين جبهه كبيره ناشطه من ناحيه اليمين او ناحيه شمال نادي الزمالك، واشتغل عليها بشكل كويس قوي. خلاص اللعيبه كمان ابتدت ترجع في الجيم، وده شغل مدير فني ودي تعليمات مدير فني قاعد من بره هو اللي بيدي التعليمات. يا جماعه محمد رمضان هيلعب جنب باولو مفوافي عشان الاثنين يعملوا جبهه كويسه جدا، لان الجبهه الثانيه فيها سرعات. انت اللي كان بيميز او اللي بيميز فريق المقصه انك عندك سرعات في الناحيه الهجوميه. الناحيه الثانيه حازم امام لعيب عنده سرعات، ابراهيم حسن برضه بيرجع يكمل، بيرجع يساعد في الناحيه الدفاعيه، فيبقى صعب عليه جدا انه يخترق من ناحيه اليمين، ناحيه يمين نادي الزمالك اللي هي ناحيه شمال نادي المقصه. ابتدى يلعب على الجبهه الثانيه اللي المفترض ان هي بيبقى فيه دايما اثنين او ثلاث لعيبه على لعيب واحد، بهاء مجدي، محمد رمضان، باولو مفوافي على بهاء مجدي. وطبعا مع القوه مع السرعه والمهاره اللي موجوده عليها باولو مفوافي ومحمد رمضان يقدروا ان هم يشتغلوا شغل كويس قوي. ابتدى يشتغل عليه كويس جدا، ابتدى يعمل الكروسات العرضيه اللي فيه واحده في العارضه، في واحده جنب العارضه، في واحده الانفراد اللي راح بيها باولو مفوافي وعملها. ما قدرش يستوعب جروس الكلام ده غير يمكن الشوط الثاني لما ابتدى يعمل التغييرات بتاعته ويغير كهربا وينزل محمد ابراهيم اللي ممكن يبقى عنده ميلان شويه في الحته الدفاعيه. ابتدى كمان محمود عبد العزيز يمين ناحيه بهاء مجدي عشان خاطر يسد او يقفل الثغره، لانك بتلعب برده بتلعب فريق المقص الزمالك عارف انه في عنده سرعات وعنده امكانيات كبيره وبيعتمد على الكروسات بشكل كويس جدا. ولكن انا كنت شايف ان زي ما انت بتقول يا كابتن سيد ان الشوط الاول لا كابتن طلعت يوسف بعد دقيقه 15 قرر الجيم بشكله كويس قوي، لعب نادي الزمالك بشكل كويس جدا وكان يقدر يسجل هدف التعادل في الشوط الاول. طيب من ملامح جروس بقى كابتن حلمي ان هو واضح ان هو ما بيلعبش في التشكيل كتير، يعني مش من هواه اللعب في التشكيل بالظبط. الاول قبل ما اكمل طرح سؤالي ده، بدا يثبت فعالياته او شخصيته او فنياته في الملعب ولا شوف حضرتك هو طبعا فريق زي نادي الزمالك فيه عناصر عندها حلول فرديه كتير، وكون ان المدرب بيسخر هذه العناصر اللي بتميل للجانب الفردي في ادائها للعب بشكل جماعي، اعتقد ان دي تبقى بصمه من بصمات المدرب. النهارده نادي الزمالك بيأدي بشكل جماعي افضل من الاول اكتر من السنين اللي فاتت بشكل كبير جدا جدا. النهارده في حاجه جديده كمان، التاكتكس الهجومي بتاعه بقى متنوع، في تنوع في الحلول الهجوميه بتاعته. النهارده بنشوف مثلا في الشوط الثاني الزمالك عمل 3 4 هجمات مرتده بشكل اكتر من رائع وكان فيها اهداف محققه للتسجيل. لا في تنوع في الهجوم، في جماعيه في الاداء، وده بترجع لشخصيه المدير الفني، هل قادر على السيطره ولا لا، هل قادر على الزام اللاعبين بالاداء طبقا لما هو عايز ولا لا، او طبقا للتدريبات اللي بيعملها له ولا لا. فاعتقد ان هو راجل مسيطر، راجل قادر يحط بصمته، راجل قادر يلزم اللاعبين بشكل جيد جدا للاداء الجماعي والتنوع الهجومي بشكل كويس، وده اللي مكنه من انه يوصل النهارده بحجم كتير جدا لمرمى المقاصه واضاع اهداف بالجمله يعني الحقيقه يعني. ودايما يا كابتن سيد الفريق اللي عنده، الفريق اللي بيملك حلول جماعية أكثر من الحلول الفردية ده القادر على الفوز. مزبوط. إنما الفريق اللي بيعتمد على الحلول الفردية فقط هيبقى مباراة أو التانية ممكن يكسب ماتش وما يكسبش بعد كده يعني. مزبوط. فأنا أعتقد إن هو بصمته واضحة جدا على الأداء الجماعي، على التنوع الهجومي، على الأداء الدفاعي والارتداد للجانب الدفاعي. أعتقد إن دي بصمة مدرب يعني، ومن هواة تثبيت التشكيل هو. طبعا اكيد يعني شكله كده يعني. اوكي طيب كابتن حماده، يعني الزمالك ما بقاش يملك بس خط امامي يعني رباعي امامي، عنده كمان حلول ومنافذ من على الجناب. يعني عنده حازم، واضح ان هو مقتنع حازم امام عن حماد عن حمدي النجاد عشان عنصر السرعه كابتن. السرعه والحلول اللي طبعًا عنده كمان عنده أوكي. مفتاح لعب طبعا مهم، دفاع وهجومي كويس. طبعا والنهارده يعني بيلعب بهاء مجدي كمان يعني بالظبط فتوح كان بيلعب فبقى عنده حلين هنا كمان كويسين قوي ومساعدين بشكل كويس قوي. يعني الراجل كمان ما بيهموش بقى انت جايب ده بكام وجاي منين ومحترف ولا مش محترف، لا صح
هو بيلعب. بص هو بعد ما وجهه نظره اللي شايفه الدوري المدرب بيبص على اللي في الملعب، ما بيبصش على ارقام ده بكام وده بكام. لا لا اللي شافه النهارده بقى له ماتشين، شاف حازم امام هو اللي بيأدي بشكل كبير جدا. عنده يعني هو بيعتمد ده من مفاتيح اللعب الاطراف عند نادي الزمالك، مين بيأدي احسن؟ انا شايف حازم هو اللي بيأدي احسن، صح. فبلعب حازم، وعندي حمدي النجاز يمكن موجود معايا لو حصل حاجه، الاحسن هو اللي يبقى موجود، صح. المفتاح اللعب الناحيه الثانيه كان فتوح يمكن بيأدي دور الدفاع اكتر منه، وحلوله اماميه مش هي دي بتاعت يعني لسه شويه يعني محتاج وقت، يعني مش عايز اقول لا. بهاء مجدي يمكن قدم مع النادي الاسماعيلي بشكل كان مفتاح لعب كويس جدا، من اللعبه كويسه في الدوري اللي ظهره، عشان كده الزمالك اشتراه، والنهارده يمكن اول مباراه ليه، ولكن بيثبت بشكل جيد جدا وعنده حلول كتيره جدا. ده من الحلين عند نادي الزمالك، مفتاحين مهمين جدا مع الطرفين اللي قدام، بيشتغل بشكل كويس جدا، يعني في يعني هارموني بين الباك والهاف اللي قدامه، الجبهات بيعملوا شغل، الجبهات موجود. يمكن اتكلمنا في اول الاستوديو بتكلم على الزمالك اشتغل ازاي، اشتغل بالاطراف حازم وبهاء، اشتغل بابراهيم حسن وكهربا، كهربا في تحركاته قلت تحركاته كويسه قوي ولكن غير موفق. لما نزل محمد ابراهيم يمكن محمد كان بيخش في العمق كتير، بيخلي اوباما يمكن هو اللي بيروح على الطرف شويه. أيوة. كان بيتحركوا الاثنين في المكانين دول، مره اوباما مره محمد ابراهيم، فده في تنوع عنده. يمكن انا ما اقدرش احكم النهارده على احداد ولا فرجاني ساس، يعني برضو الاثنين فرجاني واضح ان هو لسه مش جاهز زي ما بالظبط، يعني خلاص بقى، يعني عارف هو بينزله في وقت حتى 82، ما هو ما يقدرش كابتن حماده ينزله اكتر من كده لانه هو لسه مش جاهز، هو في اعتقاد يعني ان هو لسه مش جاهز خالص احساس المباراه بس يعني، ولكن لسه ما اقدرش اقول فرجاني ساس اللي جايب الرقم طبعا او تقله في نادي الزمالك هيبقى موجود في الحته دي، لا. الاثنين الموجودين اخويا جدا، كان طارق حامد ولا محمود عبد العزيز، ممكن هحتاجه في ماتش العب بالثلاثه دول، ممكن في ماتشات معينه في بعض اوقات، فهو بيديله احساس المباراه، احساس الدوري، بيدخله في اللياقه البدنيه برضو، لياقه الماتشات مختلف عن التدريبات أكيد. والبتاع أكيد. فهو بيجيبه لقدام، لكن ما اقدرش احكم عليه النهارده في 7 8 دقائق بينزلهم كل ماتش، يمكن النهارده ما شفتوش يمسك الكوره، ولكن بيخش في المود بتاع المباراه، صح. بيخش في التيم، لكن زي ما انت قلت الاطراف عند نادي الزمالك مهمه جدا عنده بالنسبه له، صح. بيشتغل بيها بشكل كويس جدا، تثبيت التشكيل مع التطور اللي بيحصل عند اللعيبه في نادي الزمالك، لا في منافسه قويه جدا السنه دي. عايز بس اقول حاجه كابتن، ما اعرفش كباتن يوافقوا عليها ولا لا، حته حازم امام في الناحيه الدفاعيه افضل بكتير من حمد الجاز، انا شايف من وجهه نظري، انا شايف كده برضه تمام، عشان دايما المدير الفني وكباتن ما اعرفش هيتفقوا معايا ولا لا، وهو بيبص على الحته الدفاعيه والباكين، الباك رايت او الباك ليفت، دايما بيشوف اللي بيقدر يدافع افضل، مين بيدافع افضل، لان انت دوري في الدوري المصري والفرق الكبيره دايما يا كابتن سيد، الفرق اللي بتنافسها بتعتمد على السرعات، لان هو دايما بيعتمد على الهجمات المرتده السريعه، يعني بطبيعه الحال نادي الزمالك النهارده سلاح المقصه قدامه هي السرعات، فالنهارده حازم امام بيدافع كويس، عنده سرعات، عنده سرعه ارتداد بشكل كويس بشكل كبير جدا، يقدر يقفل الحته دي دفاعيا بشكل كبير، عشان كده النهارده السرعات كانت موجوده في المقصه النهارده، السرعات موجوده، بتكلم على الحته الدفاعيه، ما هو النهارده المقصه ما عندوش لعب الناحيه الثانيه، لعب كانت موجوده، السرعات موجوده عند فوافي طبعا فوافي عشان كده كابتن فوافي النهارده لعب الناحيه الثانيه، لعب الناحيه الشمال قلبه كابتن طلعت قلبه وحطه الناحيه الثانيه، بهاء اقل شويه في السرعه، عشان كده دايما المدير الفني بيحب يعتمد على اللعيب اللي بيدافع كويس في الحته دي، لانها بتبقى نقطه ضعف في الحالات الهجوميه، صح. يعني لو عندي باك رايت بيهاجم دايما الحته دي فاضيه، لو في لعيب عنده سرعه، مهاجم عنده سرعه او وينج عنده سرعه، بتبقى نقطه ضعف الفرق الكبيره، على الاقل بتتكلم 5 6 متر طبعا، برضو بيحرر الاطراف عشان عنده ناس عندها قدره دفاعيه قويه جدا في نص الملعب اللي هو طارق ومحمود والاثنين المساكين، في يعني في تحرك كويس جدا بشوفه، بيتحركوا والفرقه بتهاجم، يعني تلاقي في تحرك من الونش واقف صح، محمود علاء واقف صح، واحد من الاثنين من الديفندرات بيقف في نص الملعب بشكل كويس جدا، فبيدي تحرر للاطراف اللي هي مفاتيح اللعب بتاعته. اتفضل كمل يا ابني.
فدايما يا كابتن سيد يعني حتى النهارده في طريقه اللعب بتاعت الراجل حتى وهو حازم في بعض الاوقات لما يتقدم زي ما الكابتن بيقول كده بتلاقي محمود عبد العزيز هو اللي نزل، لكن حته سرعه الارتداد سرعه الرجوع انك بترجع بسرعه، ان حازم دايما يعني حته السرعه دي عنده فائقه جدا فبيرجع بسرعه جدا، والحته الدفاعيه اميز بكتير جدا جدا من حمدي نقاز في الناحيه الهجوميه. حمدي نقاز افضل بكتير، الكروسات بتاعته افضل بكتير جدا، عنده برجع واسع برضه بيعمل الكروسات بشكل كبير جدا جدا، يمكن شفناها في بعض المباريات السنه اللي فاتت كل الكروسات بتاعته مؤثره بشكل كبير. لكن انا كمدير فني طالما عندي في نص ملعب اللي يقدر يعمل لي الحته دي بشكل كبير، تمام، عندي نص ملعب قوي جدا، عندي ثلاثه بيلعبوا تحت الفرود عندهم امكانيات هجوميه كبيره جدا واقدر ابدل فيهم بشكل كويس، يبقى انا بيبقى من الاحتياجات بتاعتي او من الاولويات بتاعتي ان انا احط واحد عنده الحته الدفاعيه اميز في الحته دي عشان يعني ما يتسجلش في نادي الزمالك هدف، لان كانت مشكله نادي الزمالك السنوات اللي فاتت الحته اللي من ورا الباكين وانت الباكين بيهاجموا عندك مشكله كبيره. كمان حته القلب بتاعت نادي الزمالك برغم ان هي بتادي بشكل كويس الا انك برضه عندك فيها مشكله كبيره. النهارده كل الكرات العرضيه جون انطوي اللي واخدها، اربع خمس كرات في الشوط الاول جون انطوي هو اللي واخد الحته دي، فلو ما عنديش الباك اللي بيقدر يعمل التغطيه دي بشكل كويس على الناحيه العكسيه وعملها حازم النهارده في مره او مرتين بشكل كويس، لا هيبقى في عندي مشكله كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه. عشان كده بقول دايما المدير الفني يعني بيلجا للي بيدافع افضل في حته الباك رايت او الباك ليفت. طيب كابتن حلمي معرفش تتفق معايا ولا لا، اللي عايز يكسب الزمالك او اللي عايز يتعامل مع الزمالك بشكل ايجابي ما يحضرش كتير في الوقت الحالي، لانه عنده اثنين بيجروا في كل مكان في الملعب اللي هو محمود عبد العزيز وطارق. لو حضرت كتير تحت ولا حاجه هتبص لايف عندهم القدره ان هم امامي وخلفي وكل شيء، انت بتعمل واحده اتنين وتقلب الملعب الناحيه التانية، يعني مع اندفاع او طريقه لعب او شخصيه لعب اللي هي مش عارف ايه، في لعيبه عندها شخصيات كده انا كنت شخصيه هجوميه مثلا يعني وانا بلعب، فالحته الدفاعيه لو مش متغطيه بواحد من نص الملعب ولا حاجه. لا بس اتعلمت الجانب الدفاعي يعني صح. استنى كابتن بيلعب في مانشستر اول 10 دقايق لقيته عامل لي تغيير طبعا وبجيب لك نسكافيه يعني ده كرم اهلاويه واقسم بالله. ثلاث ماتشات يلعب ما بيرجعش لغايه نص الملعب، انا قلت له انا مش عايز لعيب نص 50% احنا منتخب مصر محتاج لعيب 100%، فما كنتش هتدافع مش هيبقى ليك مكان عندي. فثلاث ماتشات اشده بعد 10 دقايق 10 دقايق يا كابتن 10 دقايق ما يلتزمش بواجباته الدفاعيه هو اللي هيلتزم. بصوا ادبي بس ايه بقى مقدم. بس ايه بقى بعد الماتش الثالث يا كابتن بلال ما اتشالش من الملعب، لما رجع النادي الاهلي قابلت احمد عبد الباقي كان مدربه قال لي انت عملت ايه فيه. تحيه بس كابتن احمد عبد الباقي طبعا كابتن احمد عبد الباقي حبيبه واخويا بقى يرجع يتزحلق جوه ال 18 ويدافع وبتاع، وده يعني مكسب ليه ومكسب للنادي الاهلي ومكسب للمنتخب. لا وانت فده مهم يعني حق يرجع لاصحابه يعني واحد من الناس اللي لها فضل عليها كبير. الله يخليك ربنا يخليك ورغم صعوبة بعض الكروب لا 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 بس هقول لك على حاجة ورغم كل ده وبيطلعني اول 10 دقايق بجيب له نسكافيه لا بس عشان تبقى عارف يعني سيد وفاروق وعبد الظاهر كانوا من اقرب الناس ليا وهو عارف كويس طبعا، يعني عمري ما اتعاملت معاهم اهلي وزمالك والكلام ده مش عندنا حقيقي يعني كنت بعتز وما زلت بعتز بيهم جدا يعني حقيقة. طيب نرجع لموضوعنا كابتن حلمي، اللي عايز يكسب الزمالك ما يحضرش كتير قوي وراه، لان انت زي ما قلت لك يعني هتلاقي الحته التحضيريه واحد اتنين مش هتلاقي فيه خلل قدام في خلف الزمالك شويه. انقل نص الملعب بتاعك او انقل الملعب بسرعه على الناحيه الثانيه. يعني قصدك هتنقل نص الملعب الثاني يا اما عن طريق اللونج باس يا اما عن طريق عدد لمسات قليله جدا في نص ملعبك. طلب واحد سريع قدام الفرقه الخصم. فانت محتاج حد سريع لكن في نفس الوقت ما تنساش ان في اتنين مدافعين جيدين جدا في نادي الزمالك بيجيدوا ضربات الراس، في واحد منهم سريع جدا اللي هو محمود حمدي، قادر على التغطيه، قادر على انه يتصارع في السرعه مع اي مهاجم في مصر. فانا شايف الحته دي لن تجدي بشكل كبير، وخصوصا ان المسانده الدفاعيه بتبقى من الاثنين اللي قدام السرد باكين قويه جدا وسريعه جدا من محمود عبد العزيز ومن طارق. طب قول لي هل ممكن يبقى فيها مشكله بحسك التدريب يعني؟ ايوه لو نقلت محمود عبد العزيز او طارق حامد اهم حاجه بالنسبه لي انا الشخصي ان هم يبعدوا عن نص الملعب. ايوه وهيبعدوا في الحاله اللي هقولها لك ده اللي هي لو الباكين متقدمين اوكي وانت عندك فرود وتحتيه اثنين
واحد منهم بس من الثلاثة دول يبدأ ياخد طرف الملعب فلازم واحد من الديفندرين دول هيتحرك عشان يبقى مع الراجل ده يمسك. بتتكلم في حاله الكره مع هجمه الزمالك. هجمه الزمالك احنا لسه بنتكلم، ويمكن الكابتن احمد بلال قال لك ان ميزه حازم امام كظهير سريع جدا، القدره الدفاعيه والقدره على الارتداد والتحول الترانزيشن من الهجوم للدفاع بمنتهى السرعه، وحازم عنده السرعه والقدره دي. عندك بهاء مجدي اللاعب الجديد لنادي الزمالك بيجيد تماما الجانب الدفاعي، فاعتقد ان لما يرجع حازم حتى والاثنين الديفندر موجودين يبقى 3 و2 5 اعتقد ان دي يعني لن تمثل مشكله في حاله التنظيم الدفاعي الجيد، لن تمثل مشكله لنادي الزمالك خالص. وبعدين الميزه السنه دي في نادي الزمالك كابتن سيد انه مش عنده تيم واحد، لا عنده تيم وبدلاء جيدين يعني على نفس مستوى اللعيبه اللي بتلعب التيم تاني يعني. أوكي. فدي دي ميزه يعني نادي الزمالك السنه. طيب الوقت بيجري يا كابتن حماده، عايز اتكلم على تغييرات الزمالك، وبلال يكلمنا على تغييرات مصر المخصصه، وبعدين ننتقل على مباراه الاهلي. هو طبعا التغييرات بتاعت الزمالك اقول لك انا يعني كان الزمالك كهربا الاول خرج في الدقيقه 51 كهربا محمد ابراهيم موفق الشوط الاولاني في اكثر من كوره، تواجد في مكان كويس ولكن اتكلمنا قلنا غير موفق في تحركه او الحس التهديفي. كان محمد ابراهيم كان التغييره بتاعت كهربا. التغييره الثانيه كانت كاسونجو، تقريبا انا شايفها كاسونجو كانت تغييره مصاب فيها يعني هي اصابه. التغييره الاخيره يمكن اللي هي زي قلت احساس الملعب لفرجاني ساسي مكان محمود عبد العزيز في الوقت 83 دقيقه 83 ده احساس ملعب بس، لكن ما شفتش اضافات او عمل التغيير في شكل نادي الزمالك التغييره دي. يمكن ابراهيم محمد ابراهيم شويه بس محمد قادم، محمد من اللعيبه المهاريه اللي ممكن محتاج بس محتاج ماتشات محتاج وياخد وقت اكتر وبتاع. لا محمد هيرجع بقوه، محمد هتلاقيه هيلعب هو اوباما، المنافسه هتبقى بينهم في المنطقه دي. يعني محمد بيلعبش على الطرف، محمد شغله من عمق الملعب 10 عمق الملعب بيشتغل بشكل كويس، واوباما عنده التحرك اللي بيشتغل تحت راس الحربه او بيشتغل طرف من الاطراف. طيب تغييرات مصر المقاصة يا بلال؟ بصوا طبعا يمكن في الدقيقه بدري يعني في الدقيقه 33 يمكن وليد عادل خرج ونزل رجب عمران، دي تغييره برده تكتيكيه من كابتن طلعت يوسف، هو عايز خلاص يزود القدرات الهجوميه، كان بيلعب بثلاثه ميد فيلدرز فخلاص هو كان بيعتمد على الاثنين اللي من تحت الفراوده سواء كان محمد رمضان او باولين فافي تحت جون انطويو بالسرعات بتاعتهم، خلاص عايز ينزل واحد ثاني عنده قدرات هجوميه خلاص يقدر يكمل مع الثلاثه اللي موجودين قدام، لعيب بيقدر يعني عنده ميزه التصويب بيقدر يصوب على الجول بشكل كويس، كان سجل هدف المباراه اللي فاتت بشكل جيد، لما نزل برده المباراه اللي فاتت ادى وقت بشكل جيد جدا وسجل هدف وقدر ان هو يغير او يحاول شكل نادي مصر المخصصه، فكانت تغييره بالنسبه له هجوميه، بخرج واحد عنده ميزه دفاعيه شويه وبنزل واحد عنده ميزه هجوميه شويه، هو لعيب كويس امكانياته كويسه، لعيب برده دريبلر عنده بيشتغل بشكل كويس برجليه، بيلعب مع المهاجمين بشكل كويس قوي، قدر وعمل تنشيط هجومي بشكل كويس جدا يمكن لحد طبعا لما ياخد خبره الممتاز خلي بالك اكيد ده طبيعي، فدي تغييره جيده جدا طبعا كابتن طلعت. في التغييره الثانيه باولين فافي واحمد محسن لعيب بلعيب يعني دي تغييره لعيب بلعيب، خلاص باولين فافي شايف ان اللياقه البدنيه ابتدت تقل فعايز يعمل تنشيط في المكان نفسه، مش هو مش بيغير بيها ولا بيعدل بيها من طريقه اللعب ولكن هو عايز يعمل تنشيط داخل الملعب، ولكن انا كنت شايف ان فؤاد حتى في اقل حالاته انه يفضل موجود في الملعب، يعني ده لعيب عنده سرعه عنده مهاره بيصوب حل كبير جدا جدا، يقدر في اي وقت يقدر في اي وقت ان هو يسجل لك هدف، يقدر في اي وقت يعمل لك خطوره، ولكن كانت رؤيه طبعا كابتن طلعت يوسف ان هو عايز يعمل بس تنشيط. التغييره الاخيره محمد رمضان وعاشور، هي نفس برده نفس طريقه الاداء بس هو عاشور بيميل شويه في قلب الملعب، ممكن كان يعتمد عليه في التصويب او الاختراقات او حته الدبل باص مع جون انطوي او ان هو يرقص ويشوط ويسجل هدف عن طريق التصويب يعني، ولكن طبعا لم يوفق في الحته دي. صلاح عاشور من الناس اللي انا كنت معجب بيها جدا يعني، راح الزمالك حصل له دروب جدا كبير جدا في المستوى من الناس اللي كانت عندها مميزات رائعه جدا وهو فهمي. كابتن حلمي عشان اقفل مباراه مصر المقاصه والزمالك، حميد احداد حاسس بيه كمهاجم يعني له تقله ووزنه ولا لا؟ انا لسه يعني لسه ما ادانيش الاحساس، يمكن الوقت ما اسعفوش، فاعتقد ان برضو الاثنين دول مش جاهزين بدنيا بشكل جيد يا كابتن سيد، وتاخروا في عمليه الاعداد، فانا اعتقدوا ما هيحتاجوا وقت، وانت عارف ان اللعيب الجديد بيبقى محتاج وقت عشان يتاقلم
تختار عشان يتكيف طبعا. عشان يتكيف وعشان الكيمياء تركب مع الفريق بتاعه. زي مثلا أزارو قعدنا فترة طويلة جدا لغاية ما أزارو بدأ ينسجم مع التيم وبدأ يبقى فيه إنتاج ليه يعني. فأنا مش عايز أستعجل على دول برضو في الحكم لأن لسه بدري وما أخدوش الوقت الكافي لا في الإعداد ولا في اللعب، فبالتالي قدامنا وقت عشان نقدر نحكم عليهم بشكل جيد يعني. طيب كابتن حماده عايز تقول حاجه في المباراه ديت قبل ما ننقل على الاهلي وترجي؟ لا مفيش، احنا يمكن خروج يمكن اثنين احسن اثنين في المقصه يمكن غيروا شكل المقصه، مبقاش لهم شكل هجومي خالص في الاخر. وافي ومحمد رمضان وجون انطوي كمان بيهزر في الطرد ده يعني. لا طبعا. طيب بلال عايز تقول حاجه؟ لا مفيش حاجه، بس انا احب بس السؤال اللي كنت سالته كابتن حلمي ازاي تكسب نادي الزمالك. نادي الزمالك عشان تقدر تكسبه كويس قوي لازم تضغط عليه من نص ملعبه. نادي الزمالك ما ينفعش تديهم مساحه انه يحضر، عنده لعيبه ما يطلعش بالهجمه محترمه او ما يطلعش بالهجمه، عنده لعيبه محترمه جدا، وعشان تضغط عليه وتشتغل عليه صح وكمان تشتغل عليه على الكرات العرضيه. هي دي الحاجات دي العيوب اللي ممكن تلاقيها في نادي الزمالك، ودي العيوب اللي تقدر تسجل من خلالها. لو تقدر تاخد المساحات اللي في ظهر الباكين طبعا. يعني عنده مساحات كبيره بتبقى موجوده. او نسال كارترون نزل كابتن كابتن حلمي عايز يقول حاجه في الماتش ده؟ لا 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 خل تماما اوكي. ببارك للزمالك والزملكاويه بس طبعا. مبروك كابتن حلمي، الف مبروك. لا تستحقوا طبعا النهارده. الف مبروك كابتن الحمد لله متشكر. نروح للفقره الاخيره النهارده من ملعب الاهلي، هي مباراه القمه الافريقيه ما بين الاهلي والترجي. الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه في افريقيا. هنشوف تقرير خاص باللقاء ونرجع نتكلم مع كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن احمد بلال. أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي المقررة بينهما الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يدخلها المارد الأحمر بحثا عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث للقفز إلى مكانته الطبيعية في صدارة المجموعة أملا في المجموعة والمرشح الأول للفوز باللقب. الأهلي لا يعرف إلا البطولات والألقاب والصدارة سواء محليا أو عربيا أو قاريا أو عالميا، لا سيما في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية. مباراة الغد هي تحد خاص، موقعة لإثبات الذات للاعب الأهلي. فالترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، خلفه الأهلي برصيد 7 نقاط، ثم تاونشيب البوتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي برصيد 3 نقاط. ضمن الترجي التأهل إلى دور 8، بينما يبحث الأهلي عن حسم بطاقة الصعود ليبقى صراع الصدارة بين الفريقين مرتبطا بنتائج المواجهات المباشرة حال التساوي في النقاط. يتسلح المارد الأحمر بالقوة الضاربة من أجل تخطي عقبة الترجي في عقر داره، من أجل مطاردة الفريق التونسي على صدارة المجموعة. كما يراهن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على عناصر الخبرة في الفريق أمثال وليد أزارو القناص الذي يجيد التهديف في أصعب المواقف، بجانب التونسي علي معلول الذي يمثل جانبا مهما في قوة الفريق لتميزه في إرسال الكرات العرضية للاستفادة من ضربات الرأس التي يجيدها المدافع الهداف المالي سليف كوليبالي، والذي سجل هدفين مهمين للأهلي في مرمى تاونشيب البوتسواني بدور الأبطال وكذلك المصري بالدوري. يعود حارس المرمى محمد الشناوي لحماية العرين الأحمر بعدما غاب عن آخر مواجهة للفريق أمام النجمة اللبناني في البطولة العربية للأندية التي شارك فيها زميله شريف إكرامي. كما يعود صانع الألعاب الواعد ناصر ماهر الذي بات عنصرا مهما وفرس رهان بالفريق بعدما ظهر بصورة جيدة في المباريات الماضية، مما جعل كارتيرون يقيده في القائمة الإفريقية. من جانبه أكد باتريس كارتيرون المدير الفني أن المباراة صعبة لكونها بين فريقين كبيرين ويحملان تاريخا مهما في القارة الإفريقية، ويعتمد أصحاب الأرض على مجموعة من لاعبيه المتميزين في مقدمتهم معز بن شريفية في حراسة المرمى، إيهاب المباركي، محمد أمين، أيمن بن محمد، محمد علي منصر، يوسف البلايلي، بلال الماجري، أنس البدري، ياسين الخنيسي، فرانكوم. فكل التوفيق للمارد الأحمر بالفوز والوصول للنقطة العاشرة في مواجهته أمام الترجي.
اهلا بيكم من جديد. ومباراه قمه افريقيه عربيه بينتظرها مش جماهير الكره المصريه بس ولا في تونس بس بل كل الجماهير العربيه في كل افريقيا وممكن كمان حتى في اسيا من طبيعها الحماسي من الطمنديه والقوه والاثاره اللي بتبقى موجوده داخل الملعب. الاهلي والترجي عنوان للمتعه شاهدوها بكره ان شاء الرحمن الساعه 9 باذن الله. قبل ما اتكلم في التفاصيل كابتننا الكبار كابتن حلمي وكابتن حماده وكابتن احمد بلال, انت من هواه المباريات الكبيره وانت مدرب يعني تحب تلعب جدا؟ احب العب المباريات الكبيره جدا لان المباريات الكبيره ديت هي اللي بتبين قدرات المدرب قدرات المدرب من خلال التيم بتاعه ومن خلال ادارته للتيم. ولذلك انا افضل جدا المباريات الكبيره العب قدام الفرق الكبيره جدا, احب بستمتع وانا بلعب قدام الفرق الكبيره لان دي اللي بتبين قدرات المدرب بشكل كبير جدا. يعني طب كابتن حماده يعني بتحس ان هو لغز كبير معقد لما بيكون فرقه كبيره؟ طبعا الفرق كلها الفوز حلو يعني الكره تخش الشبكه انت تفرح وتتبسط وانا افرح واتبسط وكل حاجه, لكن لما بتيجي مع فرقه كبيره او مباراه كبيره نهائي مثلا مباراه مع فرقه عندها اسمها ومكانتها وتاريخها الكبير قوي تحس ان انت بتفك عامل زي الجراح كده او زي الدكتور اللي عنده عمليه صعبه قوي وبيحلها بنجاح. يمكن شفنا الاهلي اتحط في مواقف كتيره جدا كانت حلها كان المدير الفني. المدير الفني كان بيحل بالادوات اللي معاه في الملعب وكل مباراه وليها يعني مباراه الترجي ديت مش نهائي افريقيا, دي مباراه في المجموعه ليها حسابات معينه, حسابات ملعب, حسابات نقط, حسابات يمكن الترجي خلاص وصل الدور اللي بعد كده, الاهلي فاضل له نقطه مثلا ويوصل والفريقين الثانيه تعالى خلاص, فدي حسبه دي تختلف تماما لما يكون نهائي افريقيا حسبه مختلفه. ولكن في تحليل من الفريقين يعني اكيد النادي الاهلي بيحلل بشكل جيد فريق الترجي. الاهلي اسم كبير في افريقيا نمره واحد في افريقيا, ازاي بتقدم مباراه انت في ملعبك اتعادلت مع الترجي هناك هتعمل ايه معاه؟ تمام النتيجه برضو بالنسبه لك مهمه جدا, انت عملت خطوه ايجابيه بفوز الماتشين اللي فاتوا هم اللي دخلوك انت كنت بعيد خالص. ايوه كسبت ماتشين, انت خسرت مباراه مع كامبالا سيتي في ملعبها وتعادلت في ملعبك فخلاص انت قدامك تحدي قوي جدا في ماتشين قدرت بالماتشين دولت ان انت تخش ترجع تاني حسابات بقت في ايديك واحنا عارفين النادي الاهلي هيرجع كان قادر لو يرجع بقوه النادي الاهلي بخبره النادي الاهلي في افريقيا. عندك مباراه مع الترجي مع اول المجموعه اللي ضمن الوصول هو ليه حساباته يعني هل حساباته هيلعب بالتيم طبعا عنده طبعا غيابات انا عرفت عنده بعض الغيابات. النادي الاهلي محتاج يعمل نتيجه ايجابيه هناك لازم يعمل نتيجه ايجابيه بالنسبه له خلاص ضمن الصعود يعني الترجي ضمن لكن الاهلي لازم نتيجه ايجابيه يضمن الصعود برضه ويدي برضه ان النادي الاهلي رجع. النادي الاهلي المباراه الاولى يمكن لعبها امام الترجي في القاهره كان عنده نقص عدد ولاعيبه مهمه جدا كانوا في التيم كان حضرتك معاك التشكيل اللي كان ماتش اللي هنا مظبوط ما كانش فيه ازارو ما كانش فيه اجايما كان فيه اكثر من لعيب مش موجود في المباراه. النهارده برضو عندك نقص بسيط عندك يمكن اجايما مش موجود حسام عاشور اثنين من كائز ولكن عندك التيم برضو اللي ابتديت بيه الدوري واديت ماتشات كويسه موجود خلاص وخدوا يمكن البدني والفني موجود عندك بشكل مش هقول ممتاز ولكن جيد يعني تقدر واكيد الفرقه انت قاريها بشكل كويس ومذاكرها كويس وهو مذاكرك بشكل كويس ففي الفرقتين كتاب مفتوح لبعض بس مين هينافس داخل الملعب مين توفيق كمان توفيق بس مفيش ضغوطات عند الترجي اوكي النتيجه في الضغوطات بالنسبه للترجي النتيجه لكن معنويا ونفسيا بالنسبه لجمهور الترجي هتبقى كتير قوي بالنسبه لهم خلي بالك اخر ثلاث مواجهات في رادس ثلاث مواجهات الاهلي منهم اثنين تمام كانت حاجه جامده جدا واحده في نهائي افريقيا 2012 والثانيه بتاعت السنه اللي فاتت في دور الثمانيه اوكي وواحده في دور المجموعات فنفسيا جمهور الترجي انا مش عايز اقول لك السنه اللي فاتت احنا قعدنا اسبوع كامل لان كانت المباراه الثانيه في تونس برضو مع النجم الساحلي أيوة كله هناك مش عايز اقول لك الجمهور كان كانت الدنيا صعبه جدا بالنسبه لنا لو كان صح تقعدوا الاسبوع ولكن احسن كنت ترجعوا ما المباراه الثانيه كانت هناك مع النجم الساحلي كنت لازم تكسرها وترجعوا احنا قعدنا هناك بس كسبنا سته يا عم وبعدين كمان مؤاخذه كمان سيد المباراه السنه اللي فاتت المباراه كمان هم كانوا الاقرب للمكسب هم كانوا الاقرب للصعود
هتتكلم لو هما كانوا تعادلوا كابتن 0-0 خلاص كان هو كان هو صعد، لكن هو برضو بيلعب النادي الاهلي تمام، النادي الاهلي يقدر يكسب هناك، فنفسيا طبعا بتاثر عليه بشكل كبير جدا. وبعدين انت بتتكلم على المستوى العربي، كل المباريات محسوبه حتى وان كانت مباراه قليله او ملهاش اهميه في النتيجه، كل الكلام ده بيتحسب يعني، كل الكلام ده خد بالك بياثر بشكل كبير اعلاميا وجماهيريا، انك تكسب او تخسر ده موضوع كبير يعني. يعني طب قول لي احساسك انت كلاعب بقى كابتن بلال في المواجهات الكبيره اللي زي كده زي الاهلي والترجي. بص دايما بص الماتشات المباريات العربيه بتبقى مباريات دايما صعبه جدا. انت بتلعب يعني الشمال الافريقي سواء اذا كان بقى الترجي التونسي او نجم الساحلي او حتى فرق الرجاء المغربي او فرق وفاق سطيف او الفرق الجزائريه، كلها بتبقى مباريات صعبه جدا. الفرق دي بتبقى فرق تكتيكين عاليه جدا في الملعب، بيبقى لعيبه صعبه جدا، التنافس بيبقى شديد جدا، الحماس بيبقى عالي جدا. يمكن ما اعرفش تفتكر سيد كنا بنلعب مباراه في وفاق سطيف الجزائري يمكن من 2009 تقريبا، وكنا اللي كسبنا 1-0 هناك، بركات كانت الجمهور والاستاد كنا بنلعب على ملعب النجيل الصناعي. تكلم على مين؟ مباراه الاهلي واتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه مباراه صعبه جدا جدا جدا، اجواء صعبه جدا. 2004 لا 2008 ايه لا 2004 يا راجل، احنا كان مع مستر مانويل جوزيه كان ايوه اوكي 2004 تعادلنا هنا 2-2، مشكله الحضري كانت في المباراه ديت. مش متذكر يبقى انا التاريخ. انت فاكر ايه؟ احنا 41 سنه بس كنا بنلعب نجيل صناعي، بنلعب نجيل صناعي الشوطه بتاعته وكانت مطرت طبعا بركات. صح 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 موقف الجمهور بعد الماتش مع الدكتور بتاعنا كانت صعبه، مباراه صعبه جدا. فدايما المباريات بتبقى صعبه جدا، المباريات الكبيره طبعا، مباريات مع الانديه الكبيره ده برضه بتبين قيمه اللعيب يعني، بتبين اذا كنت انت لعيب فعلا ممكن تبقى لعيب دولي. مش 2005 اسف لعيب كبير ولا مش لعيب كبير. دايما المباريات دي مباريات حلوه، بيبقى فيها مساحات، فيها شغل تكتيكي عالي جدا، تقدر كمان تشتغل الشغل اللي انت عايزه، عكس المباريات الصغيره. المباريات الصغيره ممكن يبقى انت بتلعب وقدامك مثلا اثنين سرد باكين ماسكينك وطول المباراه بتتضرب ومفيش مساحات، مفيش فرصه انك تجري بشكل كويس قوي، الفرص ممكن تكون قليله جدا للضغط الشديد جدا او المراقبه الشديده بتاعت المنافسين. لكن المباريات الكبيره بتبقى مباريات مفتوحه وبتبقى حلوه كل اللعيبه. اوكي ده راي كابتننا في ملعب الاهلي. نطلع نشوف كلام كابتن محمد يوسف مدير الكره او القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام للنادي الاهلي مع زميلنا كريم احمد، ونرجع نتكلم في التشكيله وخالد بن يحيى والامور النفسيه والمعنويه ومواجهه افريقيه عربيه الاهلي والترجي. مستمرين معاك وتحياتي لك يا كابتن سعد عبد الحفيظ كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انتهى بالفعل المران الرئيسي على ملعب رادس للي النادي الاهلي، وسريعا طبعا بينضم لي الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره. هنستفسر منه بشكل كبير على التدريب، الاستعدادات عاملها ازاي بالنسبه للمباراه. يعني كلمنا كابتن سعد، حطنا في الاجواء، بتشوف النهارده كابتن سعد عبد الحفيظ ازاي في البدايه؟ بترحب بيه طبعا في البدايه في الاستوديو، وكمان عايز اتكلم على التدريب مستر كارتيرون المؤتمر الصحفي. حطنا في الاجواء كابتن يوسف بالنسبه للمباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بمسي على كابتن سعيد وعلى كل ضيوفه. يعني احنا الحمد لله خلصنا طبعا التدريب الاخير لينا، في نفس الوقت كان مستر كارتيرون جه من المؤتمر على طول. انت عارف طبعا مباراه الترجي والاهلي دايما بيبقى فرقتين كبار، فرقتين هم ابطال افريقيا، ليهم صولات وجولات كتير في افريقيا. يمكن بنتقابل المره دي في دوري المجموعات، قبل كده اتقابلنا في دور ربع النهائي، قبل كده اتقابلنا في الفاينل. فدائما المباريات دي بتتسم بالروح العاليه، بالشكل الجمالي، الفنيات الكتيره اللي بتشوفها لما يملكوا الفرقتين طبعا من عناصر مميزه. بالنسبه لنا احنا طبعا المباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا تاني مجموعه حاليا وفي نفس الوقت بنبحث على تصدر المجموعه، ودي حاجه هدف بتاعنا كبير جدا. المباراه النهارده او بكره بمعنى اصح ان شاء الله، يعني الفوز بالنسبه لنا يضعنا على قمه المجموعه. كلنا عارفين ان طبعا هيتعمل قرعه، والقرعه دي لما دائما انت بتبقى الاول بتقابل تواني المجموعات الاخرى، وبالتالي فرصه لينا كويسه. لكن في نفس الوقت برضو احنا بنبحث تصدرنا للمجموعه، ويبقى مباراه اخيره اللي هي مباراه كامبالا على ملعبنا، والترجي رايح للتاونشيب في ملعبهم. مستعدين بشكل كويس جدا، لعبتنا جاهزه الحمد لله، السوليه اطمنا عليه ومستر كارتيرون اطمن عليه، وفي نفس الوقت كمان الحاله البدنيه بتاعت لعبتنا يمكن ينقصنا بس حسام عاشور نتيجه الايقاف، ومؤمن لحسابات فنيه. لكن في النهايه احنا عندنا
مع ناصر جاهر، وضمينا برضو اكرم توفيق. مستر كرتون خد قرار بضم اكرم توفيق وناصر ماهر للقائمه الافريقيه، ممكن ان شاء الله بكره يكونوا ليهم ادوار مختلفه. في النهايه التوفيق مهم جدا بكره، احنا الحمد لله عندنا ثقه في لعبتنا وثقه في حالتنا البدنيه والفنيه بشكل كويس، وان شاء الله نبقى مميزين بكره ان شاء الله اثناء 90 دقيقه. كابتن، بالنسبه للغيابات في خط الوسط، وهل قدرت تحسم البدائل مع التمرين النهائي النهارده ولا ايه؟ مستر كارتيرون طبعا عنده طبعا السيناريوهات اللي محضرها لمواجهه اي تغييرات او اي احداث تحصل يعني اثناء المباراه او ما قبل المباراه، عنده برضو السيناريو بتاعه. ففي النهايه اللي انا عايز اقوله ان اكيد طبعا الحاجات دي بكره هتعلن في المحاضره، بكره هتعلن في المحاضره الفنيه بتاعه المباراه، لكن اكيد عنده السيناريوهات المختلفه بالنسبه لاحداث المباراه. يعني لو بسالك كابتن يوسف، بتستعيدوا الذكريات الرائعه هنا في تونس، بتتكلموا مع اللعيبه في المحاضرات، بجانب النفسي مهم جدا وانتم شغالين عليه بشكل كبير مع مستر كارتيرون، هل بالفعل بتستعيدوا الذكريات مع تحميس اللاعبين بالنسبه للرادس هنا بالذات؟ اكيد طبعا. هو بص، كل مباراه ليها ظروفها، ولكن احنا الحمد لله بنتكلم مع اللعيبه وبنحضرهم نفسيا. احنا هنا لعبنا قدام الترجي كتير في هذا الملعب، والحمد لله كانت نتائجنا مبشره ونتائجنا كانت في صالحنا بشكل كبير. ايضا هم لعبوا معانا كمان في برج العرب، ولعبوا معانا في استاد القاهره، ونتائجهم برده كويسه هناك معانا في القاهره. يمكن العمليه ماشيه بالعكس شويه، لكن في النهايه احنا امام مباراه مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله. كل مباراه ليها ظروفها، وان شاء الله نتمنى ان احنا الثلاث نقاط يبقوا من نصيبنا بكره ان شاء الله. الله يخليك، شكرا. شكرا، كل الشكر والتقدير للكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره على هذه التصريحات. اجواء ان شاء الله كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي، وكل التوفيق للنادي الاهلي يا كابتن سيد في مباراه الغد الاهلي والترجي التونسي الساعه 8 مساء بتوقيت تونس. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. شكرا كريم، وطبعا تاكيدا لكلام كابتن محمد يوسف، كل الجماهير الاهلاويه كمان واثقه في الجهاز الفني واثقه في اللعيبه، كل التوفيق بكره ان شاء الرحمن. المباراه الكبيره بتتاخد على تفاصيل صغيره، يعني ما فيش مباراه كبيره فرقه هتاخدها من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، ده مش وارد في الكوره او نادر جدا في الكوره، لكن التفاصيل الصغيره بقى تستغل ازاي ان انت الفرص اللي بتجي لك من لمسه من نص فرصه ولا حاجه، هي دي اللي بتفرق، التفاصيل الصغيره. كابتن حلمي، خالد بن يحيى المدير الفني للترجي هو معاهم طبعا بقاله فتره، لكن انا بقول لك جمهور الترجي شبيه جدا لجمهور الكره المصريه، الاهلي الزمالك الآن جدا طبعا، بقاله ثلاث مرات متتاليه على ارضه بيخسر من النادي الاهلي، ووضع طبيعي ان هو يكون عامل عليهم ضغط. هو بالنسبه له حسابيا، والمنطق بيقول كده برضه، يعني الموضوع مش داخل بصدرك انت، مش عنطر يعني، لا لا في الاخر بتتكلم بتحكم العقل. صح، في اللقاءات الكبيره وارد جدا يكون متحفظ زاوي، يقول لك انا متصدر المجموعه، التعادل هيديني تصدر المجموعه رسمي، تمام، يعني حتى بغض النظر عن المباراه الاخيره اللي هيلعبها في تاونشيب، فهيبقى متحفظ شويه. يعني وضع برضو طبيعي جدا، ما تلوموش فيها يعني. لكن التحفظ ده كمدرب بقى، كاحساسك كمدرب، ممكن يقلب حته عكسيه تتنقل لنفسيات اللعيبه. ما هو التحفظ الاكثر من اللازم دي اشاره ودي دعوه صريحه للتيم اللي قدامك انه يهاجمك، ويهاجمك بشراسه. ده لحضرتك، دي نمره واحد. نمره اتنين، انا في اعتقادي ان يمكن تفكيره انه مش عايز يبقى متحفظ وعايز يكسب النادي الاهلي عشان يكسر الحاله السابقه ليه اللي الفرقه دي خسرانه من الاهلي ثلاث مرات على التوالي. فممكن يكون تفكيره مختلف عن تفكيرنا، بدل ما يتحفظ وهو ضامن التاهل، لا، طب ما انا على ارضي وعايز اكسر هذه العقده. فانا هاجم النادي الاهلي. اتفضل حضرتك. فدي حالتين يعني، هل التعادل وهل التحفظ هيرضي جماهيره؟ بل حضرتك ما اعتقدش، الجماهير دايما متعطشه وبترجو ان فريقها يكسب، فبالتالي هذا لن يرضي جماهير الترجي انه يلعب بتحفظ. هو طبعا المدرب بيبقى ليه استراتيجيته بغض النظر عن الجمهور، بغض النظر عن اي حاجه، ليه استراتيجيته وعايز يعمل الاستراتيجيه ديت عشان يوصل للهدف بتاعه وخلاص اللي هو التاهل، فلا يعنيه
ان الجمهور يبقى مبسوط قوي ولا زعلان قوي ديت مش مهمه بالنسبه للمدرب، المهم يحط الهدف بتاعه ويحقق هذا الهدف. فوالله لو تحفظ ده في صالح النادي الاهلي، في صالح. وانا برضو انا مش عايز اخسر، بيني وبينك انا كنادي اهلي وهناك انا مش عايز اخسر، انا نقطه تكفيني جدا ان انا استمر في الصعود واستمر في التاهل، هيبقى عندي 8 نقط، فبرضو هحافظ على مركزي في المركز الثاني، وده يضمن ليا برضو الى حد كبير التاهل. فبالتالي مباراه معادله صعبه جدا، معادله صعبه جدا للفريقين. لكن خلينا اقول لك حاجه تانية بقى، انا لما بصيت على تشكيل النادي الاهلي في المباراه الاولى. لقيت تشكيل مختلف تماما عن التشكيل اللي ممكن المتوقع النادي الاهلي يلعب بيه في هذا. انت طبعا عندك علي معلول كان متعور، وعندك ازارو كان وليد ازارو كان متعور، كان في تغييرات كتيره طبعًا. جدا يا كابتن، يعني خط الظهر مثلا في نجيب ومحمد وايمن اشرف وصبر رحيل بيلعبوا، دول مش موجودين في التشكيل المتوقع، واخد بال حضرتك؟ فيها بكماني ده مش موجود في التشكيل المتوقع، مروان محسن مش موجود في التشكيل المتوقع، ففي 4-5 لاعبين في تغيير فيهم، ده برضو يعني بيدي قوة، هذا التشكيل بيدي قوة للنادي الأهلي، قوة هجومية طبعاً وقوة دفاعية، رجوع مجموعة اللعيبة دي قوة هجومية وقوة دفاعية. لما بص الاقي ورا في خط الظهر محمد هاني وسعد سمير وكلوبالي وعلي معلول والشناوي، وقدامهم فتحي والسولية، قوة دفاعية كبيرة جدا، وكمان بينضم لهم وليد وميدو جابر في حالة الدفاع، وفي حالة الهجوم عندك وليد سليمان، عندك نصر ماهر، عندك ميدو، عندك أزارو، بينضم لهم باك من الباكين. أعتقد أن التشكيل في توازن شديد جدا للنادي الأهلي، توازن هجومي ودفاعي، قدرات هجومية ودفاعية في نفس الوقت أكثر من رائعة. أتمنى ان يبقى في توفيق لهذا الفريق وانه يقدر يكسب هناك، هتبقى حاجه طبعا يعني حاجه جميله جدا، حاجه محترمه جدا انك في هناك وبتكسب وتوصل للنقطه العشرة وبتزيح الترجي، ده يبقى شيء رائع جدا جدا. نحن اتمنى لها. يعني نحن أتمنى لها. نحن لها نحن اتمنى لها. نروح تقرير على كزملكاوي، اتمنى يعني دي حاجة جميلة، ويا ريت الكل يبقى كده، عارف اللي جواك والله دايما. تقرير عن التسعة يا أهلي إن شاء الله، ونرجع نكلم مع كابتن حماد صدقي والتشكيلة برضو المتوقعة للنادي الأهلي، وهل الأهلي ممكن يلعب ب 4-2-3-1 ولا يلعب ب 4-3-3 من وجهة نظر فنية لكابتن حمادة صدقي. مصطفى بيلعبها طويلة للخطيب، بيعدي الكورة. يواصل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا سعيا نحو استعادة لقب البطولة وإضافة نجمة جديدة لتاريخ القلعة الحمراء. كأس أفريقيا مع أبطال النادي الأهلي. المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم في القارة السمراء برصيد 8 ألقاب، وبفارق 3 بطولات عن أقرب منافسيه الزمالك ومازيمبي الكونغولي. بدأت المسيرة عند جيل الأسطورة محمود الخطيب في الثمانينيات، حيث حصد الأهلي أول لقب عام 1982 بالفوز على كوتوكو الغالي. ثم تكرر الإنجاز في عام 1987 على حساب الهلال السوداني. مع بداية الألفية الجديدة قاد البرتغالي مانويل جوزيه كتيبة الأهلي لغزو إفريقيا من جديد بتحقيق 4 ألقاب أعوام 2001 على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي. في العام التالي 2006 أمام الصفاقس التونسي. 2008 بعد إقصاء فريق كوتون سبورت الكاميروني لعدد من اللاعبين الكبار، استمر الأهلي في حصد الألقاب وفرض هيمنته إفريقيا حين عاد في عام 2012 و2013 للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كل من الترجي التونسي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على الترتيب. في الموسم الماضي كان الأهلي على بعد خطوة واحدة من التتويج مجددا قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي
ليعود هذا الموسم وليحيي آماله في تحقيق اللقب التاسع، لقب غاب عن القلعة الحمراء 5 سنوات اشتاقت له الجماهير التي تعشق فريقها وتسانده دوما وتهتف بقلبها قبل لسانها. اتسع يا أهلي. طريقة اللعب هتكون ثابتة زي ما هي في الدوري المصري 4-2-3-1، ولا ممكن كارترون يغير الطريقة من 4-2-3-1 ل 4-3-3؟ وجه نظر كابتن حمد الصدي. يعني ممكن طبعا، أنا فلسفة مستر كارترون في الماتشات اللي بره شفناها في ماتش بتاع تاون شيب. عنده تحفظ شوية، يعني عنده تحفظ وعنده لازم يبقى عنده حسابات برضو زي ما قلت قبل كده، اللي هو ما يخسرش المباراة. هو عنده تحفظ قوي في الناحية الدفاعية بره، بيدي ممكن يلعب بنفس الشكل بس بيدي أدوار دفاعية أكتر، فممكن اختياراته للتيم اختيارات القدرات المهاجم اللي عنده قدرات دفاعية بالذات الناس اللي بتلعب على الأطراف في نص الملعب، وارد ممكن تلاقيه بيلعب بثلاثة نص الملعب وارد. يعني أنا يعني حسب رؤيتي ليه وفلسفته في إدارة المباراة الخارجية. رأيك أنت يعني ميولك أنت في مباراة زي كده تلعب 4-3-3 ولا 4-2-3-1؟ أنا أحب ألعب بنفس الطريقة بتاعتي المعتاد عليها، معتاد عليها مع أدوار بقى، أكون قاري الفرقة كويس جدا، مذاكر الفرقة الترجي بيلعبوا إزاي، مين الخطر عنده، طريقة التحول بتاعي بتبقى عاملة إزاي، طريقة وقفاتي بقى هقف منين، يعني هقف من قدام، هقف من منطقه الدفاع بتاعتك، منطقه الدفاع عامله ازاي، يعني ليها حسابات كتيره جدا، وبس بنفس ممكن نفس التشكيل بتاع اللي بلعب بيه ولكن بتتغير الخطه نفسها مش الطريقه، الخطه هل هعمل ضغط من قدام من بدري، هقف فين، الواجبات الدفاعيه للناس اللي من الاطراف ازاي، بقى من نص الملعب ازاي، ببقى عامل توازن بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، التحول بتاعي السريع انا عندي لازم اخلق المساحه الازارو وابتدي اشتغل فيها، وليد سليمان، اسلام محارب لو لعب، ميدو جابر لو لعب، يبقى ليه ادوار معينه ازاي افضل الناس دي نفضي مكان لازارو اللي عنده السبرنت اللي بيضربه كويس، اللي وليد سليمان بيخش من نص الملعب بشكل كويس، التحركات بتاعه ازارو اللي بيخلق بيها مساحات، هل ممكن استعين بناصر ماهر بقى طبعا كصانع لعب في نص الملعب؟ مهم جدا يبقى موجود عندي واحد زي ده في مباراه بره يمسك الكوره ويعرف يشغل، يتقل على الكوره، يتقل على الكوره طبعا. متهيألي احمد فتحي والسوليه هم اقرب، يبقى هم الديفندر الموجودين عندي في نص ملعب، يبقى ليهم برضو واجبات اكتر، تغطيه الناس اللي قدامي بكين. ازاي اقفل عمق الملعب، عمق الملعب عنده هو كويس، ازاي اقفل عمق الملعب كويس جدا باحمد فتحي والسوليه عشان ادي ناصر ماهر في التحول السريع في الناحيه الهجوميه، عشان ده مكسبي اللي انا متوقع هو ايه، الترجي هيهاجم، الترجي استحال ينزل يرجع لك في زون ديفنس ويقف لك ورا يقف لك بساعات، لا فريق بيلعب في ملعبه وعنده الثقه، عنده 10 نقط والاول هتلاقيه ضاغط من بدري وعامل لك، فهتلاقي عندك مساحه، ازاي انا اقدر اسرق المساحه دي واخطف فيها السرعات والتحولات بتاعتي السريعه، ممكن من هاني من الطرف، ممكن من معلوم، ممكن من وليد سليمان، هم دول اللي هيشتغلوا. الاهلي عنده الخبره اللي يقدر يقف على الكوره، يقدر يعمل استحواذ، يقدر عنده الصبر اللي يقدر في وقت معين الاقي المساحه اللي اشتغل فيها، هو ده النادي الاهلي وده خبرات اللعيبه في افريقيا والماتشات الكبيره اللي زي دي. طيب بلال، الجانب الاخر اللي هو الترجي، كابتن حماد ذكر ان هو هيهاجم هيبقى عنده رغبه وهو الاول وعنده 10 نقاط، مش مساله بختلف مع كابتن حماده لان هو طبعا وضع طبيعي بيلعب على الارض وسط جمهوره هيبقى عايز الرغبه، لكن هو هيلعب 4-3-3، صدق في كلام كده تماما، يعني هيلعب 4-3-3 ترجي هيلعب 4-3-3 رغم ان هو بيلعب على ارض وسط جمهوره وكده،
واتلسع كتير من الاهلي على رادس، وهو الراجل ده شخصيته انا عارفها كويس، هو بيتحفظ شويه ومش عايز يخسر، مش عايز يخسر تحديدا من الاهلي على ملعب رادس. وعنده ثلاثي كمان في نص الملعب جامدين جدا جدا جدا، ومنهم واحد يا كابتن حماده ممكن يتحول من 4 3 3 يا كابتن حلمي في حاله الهجوم ل 4 2 3 1 اللي هو شعلالي. تمام، فهيلعب شعلالي. يعني لو نستعرض التشكيله، لو انت عندك تشكيله متوقعه لفرقه الترجي، في رامي الحديدي حارس مرمى، شمس الزوادي وعلي المشاني، ايهاب المباركي ناحيه الباك رايت، شمام خليل شمام باك ليفت، فرانك كومو ده من اميز اللعيبه اللي موجوده هناك، لعيب افريقي، لعيب متميز جدا، كاميروني، كوليبالي والشعلاني في نص ملعب، دول الثلاثه اللي موجودين في نص ملعب، انيس البدري ويوسف البلايلي، دول الاثنين اللي من تحت الفرود، وطه الخنيسي هو ده الفرود الرئيسي. طب هقول لك شويه معلومات عنهم بقى. بص يا سيدي، هم تعاقدوا السنه دي مع محمد بن عمر في بدايه الموسم، محمد بن عمر بيلعب في خط الدفاع، وواحد ثاني اسمه محمد علي اليعقوبي كان بيلعب في الصفاقسي والفتح الرباط المغربي تقريبا، يعني ان لم تكن ذكر تقريبا الفتح الرباط المغربي، دول الاثنين بيلعبوا في خط الدفاع. لو واحد فيهم لعب او علي المشاني لعب، يبقى خليل شمام هيلعب باك ليفت، ممكن يروح ناحيه شمال. لو هو حس ان لا دول مش جاهزين لسه جايبهم صفقات جديده، ممكن يخلي خليل شمام زي ما لعب في الدور الماتش الاولاني هو اللي سيرد باك، ولعب واحد اسمه حسين الربيع اللي هو برده لعب. هو تقريبا التشكيل المتوقع هو مغير فيه اربع لعيبه تقريبا، اثنين في خط الدفاع. يوسف البلالي خلي بالك هو راجع من اصابه برضه من مباراه كامبالا، ما لعبش، يعني ممكن تبقى اول مباراه. ايهاب المباركي بقى هل يدفع فيه بالاول ولا يستمر على سامح الدربالي؟ سامح الدربالي ده جابه من ليبيا، لعب في اهلي طرابلس السنه اللي فاتت زي ما انت عارف، فجايبه مخصوص لان ايهاب المباركي كان عنده رباط صليبي، فهل يفكر فيها؟ هل ادفع بايهاب المباركي؟ هو طبعا احسن مفيش كلام، بس لسه راجع من رباط صليبي. بص، المباريات الكبيره اللي بتحتاج اللعيب الجاهز، تمام، مش محتاجه مجازفه من المدير الفني، ده بتلعب برده قدام النادي الاهلي، فطبيعي جدا اللعيب الجاهز 100% بالنسبه لك هو ده اللعيب اللي هتشركه في المباراه القويه، حتى وان كنت انت كمدير فني او كفريق مش محتاج المباراه دي. لكن ما ينفعش ان انت بتلعب النادي الاهلي وهو الخصم المباشر بالنسبه لك، خصم البطوله مش بس خصم المجموعه اللي انت فيها. مهمه دي. ان انت مثلا تسيب النادي الاهلي او تلعبه بتشكيله يكسب وياخد ثقه عليك وممكن تقابله بعد كده. معنى كده ان الفوز على فريق مثلا مش بيبقى 3 نقاط بس، ده ممكن ساعات بيبقى رسائل. طبعا الفرق وبعضها. انا بلعب الترجي النهارده في ملعبه، النادي الاهلي قبل كده يمكن انت بتتكلم في سنتين ثلاثه ما بيخسرش من الترجي بره ملعبه، فبالنسبه له دي عايز يكسر الحته دي، برده الترجي عايز يكسر الحته دي. رقم واحد انه ما يتغلبش، فعايز يامن نص ملعبه بشكل جيد جدا، مش عايز يجازف في الناحيه الهجوميه، مش عايز يعمل، يعني مثلا ممكن مدير فني يقول لك انا مش هعمل مفاجات يا كابتن في طريقه اللعب، ولا مش هعمل مفاجات برده في التشكيل اللي موجود، لا هلعب بالتشكيل الثابت بالنسبه لي، هلعب باللعيبه الاجهز، هامن نص ملعبه بشكل كويس جدا، خاصه ان الترجي يمتلك نص ملعب قوي جدا. فانا النهارده لما يكون عندي نص ملعب قوي جدا، ما ينفعش اشيل واحد واحط واحد ثاني عنده امكانيات هجوميه على حساب الامكانيات الدفاعيه، خاصه ان انت بتلعب فريق بيمتاز بالناحيه الهجوميه. النادي الاهلي متميز بالناحيه الهجوميه، عنده ناصر ماهر لعيب كويس جدا، واكيد هم شافوه اتفرجوا عليه المباراه اللي فاتت، عنده طبعا ميدو جابر في حاله جيده جدا الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، وعامل جبهه نشطه جدا، وليد سلمان كابتن بيأدي بشكل رائع جدا حالته البدنيه رائعه جدا هجوميا ودفاعيا الحقيقه، يعني حالته البدنيه رائعه جدا. وليد ازار وده المهاجم بالنسبه لك، وده الهدف النادي الاهلي، وهم طبعا يعرفوا وليد ازار بشكل كويس قوي. فانا اعتقد ان الترجي يا كابتن سيد مش هيجازف، هيلعب بالطريقه الكلاسيكيه بتاعته المعتاده، هيحاول يمتلك الكره في نص الملعب بشكل كويس قوي، ويعتمد على المهارات الفرديه للاعيبه اللي موجوده في الخط الامامي بتاعه. الترجي عنده مشكله في الحته الدفاعيه، عنده مشكله في الكرات العكسيه، عنده مشكله في الباكين، بطء شديد جدا جدا جدا. النادي الاهلي لو كان في توفيق وتركيز في المباراه اللي كانت هنا كان يقدر يسجل في الشوط الاول هدفين ثلاثه. دايما الفرق الماتشات الكبيره بتعتمد برضو على سنه مفاجاه المدير الفني، بيشتغل ازاي في بدايه المباراه بتفرق كتير جدا. النادي الاهلي لما اشتغل كويس قوي الشوط الاول، في اول 10 دقائق كان ممكن يسجل هدفين يا كابتن، خلاص ما قدرتش تسجل هدفين، ما قدرتش تستغل الاخطاء اللي موجوده عندك، خلاص المدير الفني اللي قدامك بيشتغل وبيرتب اوراقه وبيظبط اللعيبه بتاعته على حسب امكاناتك وقدراتك. فقدرات النادي الاهلي تسمح له انه ممكن يلعب جيم مفتوح في المباراه دي. انت عايز تكسب، عايز تضغط، لو النادي الاهلي ضغط وما اعتقدش ان هي ممكن تحصل في بدايه المباراه، انت برضو بتلعب الترجي. مستر كارتينون برضو من الناس، مش عايز اقول متحفظ شويه، بس هو كلاسيكي شويه، واقعي شويتين ثلاثه، مش هيضغط، مش هيجازف، مش هيفتح اللعبه في بدايه المباراه، لانه برضو بيلعب قدام الترجي ويهمه كبير ان النقطه بالنسبه له اهم من الثلاث نقط، مهمه جدا طبعا.
فعشان كده المباراه كابتن هتكون مباراه طبيعيه جدا، مش هيكون فيها اي مفاجآت بالنسبه للاثنين مديرين فنيين. اوكي، ده راي كابتننا كابتن حلمي وكابتن حماده وكابتن بلال. نشوف راي الجماهير هناك في تونس بتقول ايه عن اللقاء، وبعدين نرجع نكمل حديثنا. المباراة بإذن الله باش تكون مباراة جميلة برشا برشا، وإحنا سيديجا معناتها متعودين على الأهلي، معناتها مش هو غريبة علينا، وبحاول الله إن شاء الله تكون مشاهدة طيبة للجميع. ديما مقابلة كبيرة، معناها ثم مقابلات يتلعبوا اللهم مش تلعب على فينال ولا حاجة، تشوفها مقابلة كبيرة. الأهلي والترجي حتى ولو مقابلة ودية ديما مقابلة كبيرة، اسمين كبار وفريقين كبار وديما أخوات. والله العلاقة معناها سواء الجمهور الترجي كيمشي لمصر ولا الجمهور المصري كيجي لهوني، معناها العلاقة تحكي على روحها. هما يضيفونا وإحنا ديما مضيفينهم إن شاء الله، وإن شاء الله تقعد ديما هكا، ومهما معناها ثمك المد والجزر في أي مقابلة، أما العلاقة ديما أخوية، خاطر الكبير يقعد ديما كبير سواء الأهلي سواء الترجي. والله يعني الترجي والأهلي برشا مرات لعبوا مع بعضهم، وكل مرة يجي طرح عند شكون زوز من الكيبات الكبار هما اللي في الأفريق والكيبات العربية. بون المكشخة كيف زاد عندها من جواريت الكبار يعني الخنيسي والكل، كيف الأهلي زاد عندها من جواريت الكبار. بون والله نتصور أنه يعني الجمهور كالعادة ديما شيخ عامل كيف يقف مع الكيب نتاعو بيان سور، نحن لينا ملنا لا يعني أخوات وولاد بلاد واحد نقوله. بون ما نكذبش، ان شاء الله اللي يلعب اكثر هو اللي بتبيعه باش يهز البارتي، ما انا ان شاء الله بقدره ربي المكشخه هي اللي تربح الطرح بتبيع. لا مش تحكم عليه، هو ماشي قوي برشا، متعودين نشوفه ديما ماتش وتذوما صعب برشا، ونتصور ماتش ان شاء الله نشوفه فيه برشا كوره، وان شاء الله نشوفه جمهور باهي وكها، وان شاء الله مربوحه ترجي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في تونس اولا، وهذا شرف لنا يعني الشعب المصري والشعب التونسي في علاقه وتيده حميمه، علاقه حب من زمان، يعني نحن تربينا على الافلام المصريه والفن المصري، يعني راح تكون علاقه طيبه ان شاء الله. هو ماتش يعني لعب، لكن انا يعني اني تونسيه بشجع فريق الترجي التونسي واللي يلعب كويس راح يفوز، هذا يعني ما لا شك فيه ولا جدال، واتمنى لكم النجاح. تحيا مصر وتحيا تونس. تحيا مصر وتحيا تونس، ديما شعب اخوه وحب وهيك يعني واحد كما نقولوا. نتمنى ان شاء الله ماتش يتعدى كما ملعبنا في مصر تلعب في تونس نفس الماتش. الفريقين يعني عندهم قيمه في افريقيا، ان شاء الله نتمنى الفوز للترجي وحظ اوفر للنادي الاهلي. والله العلاقه باهيه باذن الله، باذن الله ان شاء الله تكون باهيه، وان شاء الله لاباس، ان شاء الله تعدى الماتش باهي وتكون فما روح رياضيه والترجي دوله. الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري هما زوز اقوى ايكيبات، يعني واحده غول افريقيا وواحده فراعنه مصر، يعني زوز ايكيبات هذوما معروفين في كامل تراب الجمهورية وفي مصر. والترجي الرياضي التونسي هي بالحق يعني من غير ما نحكيه حتى كلام، الترجي الرياضي التونسي هي أقوى جمعية في تونس وأقوى جمعية في الأفريق ومصر زادة كيف الأهلي اللي هي أقوى ايكيب في مصر وأقوى ايكيب في الأفريق، إن شاء الله تكون مباراة فيها روح رياضية. وليلة مباراة الترجي والأهلي قمة البطولة العربية الأفريقية والعربية كمان، يعني بتبحث عن المتعة، مستني المتعة، استني الترجي والترجي والأهلي. كابتن حلمي، كابتن حمادة أشار في كلامه ان انت بتبقى محتاج في ماتشات الكبيرة ديت حد يقف على الكورة، حد يتقل على الكورة. طبعا غياب حسام عاشور، طبعا هو حسام عاشور ما بقاش جندي مجهول،
ده جندي معلوم معلوم ووجوده في خط وسط النادي الأهلي بيعطي قوة دفاعية، لأن عليه حمل كبير جدا جدا في الجانب الدفاعي في نص ملعب النادي الأهلي، وأعتقد أنه هو وجوده بيفرق بشكل كبير قوي قوي في الجانب الدفاعي مع النادي الأهلي. هو ما بيملش للجانب الهجومي، لكن متفرغ لعملية إفساد الهجمات للمنافسين والتغطية على زملائه سواء الجنب اليمين أو الشمال أو في عمق الملعب. فده دوره رهيب، يعني دوره يعني أنا بعتبره، وأنا أنا معجب بأدائه جدا كرجل مدافع في نص ملعب يعني جدا، وكنت مرشحه باستمرار أنه يكون في منتخب مصر في كأس العالم. فدور حسام عاشور ما حدش يقدر يقوم بهذا الدور إلا حسام عاشور بمنتهى الأمانة. الدور ده في النادي الأهلي ما يقومش بيه غير حسام عاشور. يعني السولية لعيب كويس وبيدافع كويس، لكن حسام محدش يقدر يقوم بالدور بتاعه اللي التغطية على كل الخطوط في منتصف الملعب. فحسام عاشور ده يعني خسارة كبيرة جدا عدم وجوده في هذا اللقاء وفي هذه المباراة وفي خط وسط النادي الأهلي. لكن ممكن جدا يبقى فيه زي ما انت احمد فتحي خبرته بيقوم بالدور ده بشكل جيد، هو والسوليه بيدوا قوه برضو دفاعيه في المنطقه طبعًا ديت طبعًا. واحمد فتحي طبعا ده جوكر مصر يعني احمد طبعًا. فتحي فيقدر يقوم بالدور ده بشكل كويس جدا احمد فتحي مع عمرو السوليه. طيب المدربين ما بيسيبوش تفصيله صغيره تعدي او تفوت في المباراه الكبيره اللي زي كده يا كابتن حمادي؟ ممكن هو قاعد النهارده يقول لك ناصر ماهر لسه مأيده أول امبارح. ناصر ماهر ما لعبش ولا مباراة إفريقية في حياته. لا لعب مع سموحة. لا سموحة ما كانش في أفريقيا السنة اللي فاتت. لا أنا بيلعب كان في أفريقيا السنة اللي فاتت. لا لا إزاي المصري؟ السنة اللي قبل اللي فاتت. ما كانش موجود هو كان في بتروجيت. السنة اللي قبل اللي فاتت كان في بتروجيت. السنة اللي فاتت أيوه كان في السنة اللي فاتت بس في سموحة. السنة اللي فاتت سموحة لا أيوة. المصري السنة اللي فاتت والزمالك في الكونفدرالية والأهلي. لا أنا بقول لك كان ناصر كان في سموحة السنة اللي فاتت. وسموحة ما شاركش السنة اللي فاتت. لا ما شاركش. المصري والزمالك في الكونفدرالية والأهلي والمقصة في دوري الأبطال. صح. بس الراجل عنده ثقة في ناصر ماهر بدليل إنه واحد من الناس اللي ريحها حتى في مباراة النجم اللبناني. بتبقى الحسابات دي في كل عقل لمدير فني، ولا الثقة لو زايدة قوي أو موجودة بشكل كبير قوي ما يهموش بقى؟ لا ما يهموش، هو عنده قناعة بناصر في المكان دوت. محتاج يمسك الكرة، هو لا يقدر يمسك الكرة بشكل جيد في المنطقة ديت. يمكن استكمال لك كابتن حلمي على موضوع حسام عاشور، حسام بيديك هويه النادي الاهلي في الاستحواذ، هو شاطر في دي. صح. ازاي مسانده تسليم وتسلم وسلسه خالص وسلسه ما عندوش النزعه الهجوميه، ما عندوش الحته اللي بيكمل فيها لل 18 او التصويب اللي هي بتاعه الديفندر، لكن عنده حاجه كويسه جدا في مهاره التسليم والتسلم وتدويره الكوره وتغيره الملعب. صح. ليه هويه النادي الاهلي يمكن لسه بتكلم انا وبلال فيها، اللي انا بستحوذ ازاي كم الاستحواذ اللي عندي في نص الملعب، ازاي امسك الكره، ازاي ادور الكره من عند لعاشور، هو اللي بيعملها الناحيه الثانيه، هو اللي بيساند، هو اللي بيقف تحت الناس الوقفه بتاعته، وهو معوش الكره النادي الاهلي هو بيهاجم ووقف فين. يعني لو معاك كاميرا فاتحه الملعب بص على وقفه حسام عاشور والنادي الاهلي بيهاجم وهو بره اللعبه، هو واقف ازاي؟ ما دي بيعملها احمد فتحي عنده، بس احمد فتحي والسوليه طريقه اللعب واحده، الاثنين بيميلوا لقدام شويه، بزق لقدام، عايز اشتغل لقدام. أيوة. مش عايز اقف تحت. صح. الناس يعني. صح. احمد فتحي لازم لو هيلعب لازم اقف انا تحت الناس ابقى قريب. مش السوليه يمكن عنده النزعه الاماميه اللي بيروح بيكمل، يمكن شفناها في الماتشات الدوري بتلاقيه جوه ال 18 وده مطلوب. ده مطلوب لحد من دولت ما يبقوش واقفين الاثنين مع بعض. يشبهوا الاثنين طبعا. يبقى جنب ناصر ماهر. يعني لازم واحد يبقى ينط جنب ناصر ماهر، يبقى عندنا خط ثاني. صح. في دفاعي وهجومي كمان. بالظبط. امتى الثلاثه يرجعوا يقفوا؟ صح. فدور محوري جدا بكره بتقابل، انت بتلعب نص الملعب. ايوه. القوه كلها بتاع الترجي موجوده في نص الملعب. لازم عندي قوه عندي موجوده هنا. ممكن الراجل يلاقي تشكيل ثاني غير كده، حاطط ثلاثه ديفندر او ثلاثه في نص الملعب. ممكن. وارد. ممكن. ولكن لو ناصر ماهر موجود عنده برضو القدره الدفاعيه بيدافع بشكل جيد جدا، ممكن يديله ادوار اللي من تحت شويه، يبقى عنده قراءه الملعب
والرؤية اللي بيشتغل فيها، وعنده انت محتاج واحد يوصل أزاره، مين هيوصله؟ هو عنده الحتة دي مميز فيها بشكل كبير جدا. ناصر، تغيير الملعب لوليد، تغيير الملعب لإسلام محارب لو لعب او لميدو جابر، محتاج مين في نص الملعب اللي يقدر يعمل لك الحاجات دي اللي هي فيها التحولات. ما اللي يعمل التحولات ده لعيب عنده المهارة اللي هو يقدر يوصل الكرة بشكل جيد، اللي انا بقطع ولازم بعد القطع الباصه بتاعتي تبقى 100%. ما ينفعش بعد ما اقطع الكوره الباصه تقطع مني. الناس بقى عامله انتشار، تبقى في مساحات ظهرت لو مس باص بيضرب الفرقه بشكل كبير جدا. وبعدين كابتن حماده، يعني استكمالا لكلام حضرتك، يعني الفرق الكبيره ما ينفعش تلعب بثلاثه ميدفيلدرز، مستحيل، والا تحول شبه بعض. طبعا شبه بعض. شبه بعض. انا بتكلم شبه ان هم العب بالثلاثه، بس في تحولات تحصل عندي في الملعب. ما اقصدش قصدك كابتن ايه، يعني لازم يكون عندي في بلاي ميكر هو اللي بيتحكم في رتم الاداء الهجوم. انت برضو فرقه عايز تكسب في الاول في الاخر، النادي الاهلي برضو عايز يكسب، عايز يسجل اهداف. عشان تلعب بثلاثه مثلا، تحط عاشور، تحط السوليه ومعاه هشام محمد او ومع احمد فتحي كده، انت فقدت الهويه بتاعتك كنادي يعني. فقدت حته عمليه الاستحواذ اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. لا اصل بس كان في اوقات كتيره جدا مستر مانويل جوزيه كان بيلعب بكده، كان بيلعب بثلاثه مدافعين، بيبقى عنده ثلاثه مدافعين، ثلاثه مدافعين في نص الملعب، عنده سيناريو معين بيعمله. بس مستر مانويل جوزيه مين اللي كانوا بيلعبوا؟ كانوا بيلعب باستمرار في ثلاثه. ليه وفي ماتش حتى ملعب. في ماتش سيناريو معين بيعمله سفاكس نفسه كان بيلعب حسن مصطفى، وكان بيلعب محمد شوقي، وكان بيلعب حسام عاشور. الجون اللي جابه ابو تريك. طبعا ده عمل، لو ترجع الماتش دوت تغيير السيناريو طبعا. طبعا متعب نزل دي 40 صح، غيره يعني، فضل مقفل الملعب كويس جدا للدقيقه 40، وراح مدي عماد متعب الاحساس الخمس دقائق. ما نزلوش بين الشوطين، أيوة لا نزلوا اخر الشوط الاولاني. أيوة أيوة. ده سيناريو رائع. ايوه وقدر يمسك الماتش بشكل كويس. طبعا وكان في طبعا وبعدين اصلا كابتن بلال اللعب بثلاثه في نص ملعب ليهم ادوار دفاعيه اكتر، ده بيدي حريه للباكين انهم ينطلقوا باستمرار. لو غير كده يا كابتن بيدي حريه تماما، لان الثلاثه بتوع نص الملعب دول بيقدروا يغطوا واحد يمين واحد شمال، فبتدي حريه للباكين انهم انا عموما يعني وعندك حاجة انا لعبت كده في افريقيا مع سموحه هنا قدام ليوبارد وقدام انيمبا، ولعبت بثلاثه مدافعين في نص ملعب عشان ادي حريه كامله. انا كنت بخلي الباكين يطلعوا على حدود ال 18 طايرين خالص، ودي كان ليها دور ايجابي بشكل غير عادي، لان كان عندي ايمن اشرف. ممكن تحول لحاجه ثانيه لو انا مش هشتغل بالاطراف زي ما حضرتك بتقول، لو بلعب بثلاثه نص ملعب بلعب بقاعده وبلعب اثنين صناع لعب. اصل اشكال متغيره يا كابتن، اشكال متغيره على حسب امكانيات اللعيبه اللي اثنين واحد قدامهم، على حسب امكانيات اللعيب اللي موجود عندك. طبعا. الواد الاجنبي وايمن اشرف عندك اثنين، حسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندي هل يقدروا ولا ما يقدروش. اطلع اشوف تقرير في سنه اولى افريقيا لناصر ماهر واكرم توفيق، وبعدين هيبقى الجزء الأخير خالص من حلقتنا النهاردة بعد التقرير اللي جاي. يحل المارد الأحمر ضيفا على فريق الترجي التونسي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لهذا العام، في اختبار صعب ومواجهة يترقبها الجميع، ولما لا والفريقان مرشحان بقوة للفوز والتتويج باللقب. يدخل الأهلي اللقاء مدعما صفوفه بوجهين جديدين يشاركان مع الأهلي لأول مرة إفريقيا، وإن كان شاركا معه من قبل في البطولات المحلية، وهما ناصر ماهر وأكرم توفيق، تم قيدهما في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الإفريقي. ناصر ماهر استعاده الأهلي مرة أخرى بعد انتهاء إعارته مع فريق سموحة الذي تألق معه وقدم أداء رائعا وكان من أبرز نجوم الموسم الماضي، ليعود للقلعة الحمراء وليواصل مسيرته الناجحة معه، ونال ثقة الجميع وبخاصة الجماهير الأهلوية الغفيرة التي ترى فيه مشروع نجم صغير في السن ولكنه قادر على المساهمة مع زملائه في قيادة نادي القرن لمنصات التتويج في البطولات المختلفة. يمتلك ماهر الكثير من المهارة والقدرة على صناعة اللعب، مما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي للاعتماد عليه في المباريات الأخيرة للدوري. أكرم توفيق
الذي انضم للأهلي منذ موسمين، ولكن نظرا لصغر سنه وقتها ولأن البطولات الإفريقية والمشاركة فيها تحتاج للاعبين من أصحاب خبرات كبيرة فقد تم تأجيل قيده. يرى الجهاز الفني للأهلي في أكرم أنه مستقبل الفريق في مركز خط الوسط لما يملكه من قوة وروح عالية في أدائه، كما أنه يعتبر من اللاعبين من أصحاب القدرات الكثيرة التي تساعده في أن يكون جوكر الفريق ليتم قيده في القائمة الإفريقية. فكل التوفيق للنجمين الصاعدين ولبقية أعضاء الفريق في تحقيق أحلام وآمال الجماهير الأهلاوية. الوقت مع حضراتكم كمان مع تشكيله الاهلي، كابتن حلمي وكابتن حماده وكابتن بلال بيجري بسرعه رهيبه. كابتن بلال في دقيقه واحده، انيس البدري وطه الخليسي الاثنين على توافق تام مع بعض مع المنتخب، بيلعبوا عدد مباريات كبيره جدا جدا. لو حابب تقول نقطه في او كلمه في الجزئيه دي. انا بس عايز اقول طبعا هما الاثنين عندهم مهارات عاليه جدا زي ما انت بتتكلم يا كابتن سيد، عندهم ربط في الملعب بشكل كويس جدا. مهم جدا ان المساحات اللي ما بين المدافعين وما بين نص ملعب تكون مساحات ضيقه شويه، عشان هما يعني في الميزه اللي موجوده عند كمان انيس ان هو بينزل شويه في نص ملعب بيفضل نفسه المساحه عشان يقدر يشتغل ويشتغل عمليه الدبل باس او يلعب بشكل كويس جدا على التحرك بتاع طه الخنيسي، الحاجات اللي ثرو باس صغيره اللي هي ال 10 ل 10 12 متر دي. فمهم جدا من لعيبه النص ملعب بتاعت النادي ان يكونوا قريبين في الحته دي عشان ما يدوش المساحات، ما يسيبوش المساحات اللي ما بين، لان هي دي اخطر مساحه اللي بتبقى ما بين السردباكات وما بين لعيبه نص ملعب. اوكي، وما بين السردباك كمان والباك ليفت او الباك ليفت هو بيميل ناحيه الشمال شويه، لكن اعتقد ان هو مع رجوع يوسف البلالي اللي هو اللعيب اللي كان متعور بالنسبه لهم، اعتقد ان هو يوسف اللي هيلعب ناحيه الشمال وهو هيلعب ناحيه اليمين. هنشوف بكره على العموم يوسف، انيس، طه، ايا كان الاسماء الاهلي قدها كابتن حمدي. يا رب باذن الله، وبندعو للنادي الاهلي بالتوفيق باذن الله، لانه ما بيمثلش النادي الاهلي بس، بيمثل مصر كلها، وربنا يوفقهم باذن الله بكره. وانت كمان مبروك النهارده مره. الله يخليك، متشكر. الف الف مبروك. الف شكر كابتن حمد، نورتنا، اشوفك بكره على خير باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن بلال نورتنا دايما، ربنا يخليك كابتن، او منورنا دايما. تسلم يا كابتن، ربنا يخليك. الاهلي نادي يعلو ولا يعلى عليه، ده شعار الاهلي في افريقيا ومحليا وعربيا. خلينا ننتظر ساعات قليله ان شاء الله الرحمن ويبدا او تبدا مباراه القمه، مباراه المتعه الافريقيه العربيه، الترجي والاهلي على استاد القاهره اللي هو راض سابقا. بالتوفيق لكل النادي الاهلي، نلتقي بكره على خير ان شاء الله الرحمن. 7:30 استنوني.